الزمالك بروح لاعبيه وحماس جماهيره ينجو من فخ البنك الاهلي ويحقق اول فوز له في الدوري. النهاردة الزمالك بعشرة لاعبين بعد طرد عواد في الشوط الأول اتأخر بهدف عن طريق كريم بامبو علشان الوضع يزداد صعوبة، لكن كالعادة في زيزو وفي شيكابالا وطبعا جمهور الزمالك الحل اللي جابوا أول ثلاث نقاط للزمالك في الدوري الموسم ده. النهاردة كمان مودرن فيوتشر فاز على طلائع الجيش علشان يحافظ على العلامة الكاملة في صدارة جدول الترتيب. النهاردة كمان المصري مع الكابتن علي ماهر بيفوق بسرعة من صدمة البداية أمام الأهلي بانتصار تاني على التوالي قدام الداخلية. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. مباراه مثيره جدا جدا جمعت البنك الاهلي والزمالك النهارده في الجوله الثالثه من الدوري المصري الممتاز. الزمالك يقلب الطاوله زي ما بيقولوا على البنك الاهلي ويفوز عليه 2-1 بعد ما كان متاخر بهدف وبعشرة لاعبين بعد طرد محمد عواد في الشوط الاول. قدر البنك الاهلي يسجل في نادي الزمالك اللي كان بيلعب ب10 لاعبين بهدف عن طريق كريم بامبو في الدقيقه 9 من الوقت المحتسب بدل من الضايع، وعرض لحضراتكم الاهداف دلوقتي. الهدف اللي جابه كريم بامبو من تسديده اخطات ياد محمد صبحي اللي كان لسه نازل مكان سيف الجزيري بعد طرد محمد عواد. سيء الحظ محمد صبحي، انا ما اقدرش اقول ان هو مستواه سيء، يعني هو بس سيء الحظ، الظروف مع الوضع مع الكرات مع الضغط مع حاجات كتير قوي. الوضع اللي بيلعب فيه محمد صبحي هم مش عايز اقول معذور، هو له بعض الاخطاء طبعا يتحملها لكن الامور صعبه. زيزو بعد كده اتعادل للزمالك في الدقيقه 54، وبعد كده واحد من رموز نادي الزمالك والاسماء الكبيره في تاريخ نادي الزمالك شيكابالا بطريقته الخاصه باسلوبه الخاص، هدف ماركت شيكابالا، هدف الفوز في الدقيقه 90 عشان الزمالك يحقق فوزه الاول في هذه البطولة، بطولة الدوري المصري الممتاز عن موسم 2023-2024. بالمناسبة البنك الأهلي كمان كان اتطرد له محمد فتحي في الدقيقة 69 بعد إنذار تاني، يعني عواد اتطرد 45 الشوط التاني اتطرد محمد فتحي، قدر بعدها الزمالك يعود ويسجل الهدفين، هدف لزيزو وهدف لشيكابالا. ماشي، هتكلم في كام نقطة في موضوع هذه المباراة. يعني أول النقط زيزو العادي بتاعه انه هو اللي بايده كل الحلول. اي ازمه فنيه بيواجهها نادي الزمالك في الملعب هتلاقي زيزو بعرضيه، زيزو باسيست، زيزو بتسديده، زيزو بهد، زيزو باي حاجه، زيزو هيحل لك الازمه. هو ده حرفيا انكل زيزو حبيبي، فاكرين انكل زيزو حبيبي الفيلم الشهير بتاع الفنان القدير محمد صبحي؟ هو ده حلال المشاكل، هو ده اللي بينقذ الزمالك دائما، ده زيزو. والكلام عليه يعني اتفتح فيه كتب، خلاص حط زيزو على جنب. التاني هو شيكابالا ده بيفكرني كده بمين؟ بكريستيانو رونالدو. كل ما يقولوا عليه انتهى تلاقيه بيطلع نار من بقه. هو انتوا عارفين كريستيانو رونالدو كمان هداف في الدوري السعودي وفي اي مكان، يعني في اي مكان هو الهداف. كل ما يتقال على كريستيانو رونالدو انتهى تلاقيه بيطلع نار من بقه. اهو شيكابالا كده، الراجل دخل على 38 سنه ولسه مؤثر ولسه تسديداته قويه ولسه تمريراته حاسمه ولسه ظهوره لافت،
دايما شيكابالا حل للزمالك. كل شويه تقول ايه؟ شيكابالا خلاص كده خلص وهيعتزل السنه دي ومبقاش قادر، مش قادر يجري وبدنيا مش قادر يدافع، وتقعد تقول كلمتين زي ما انت عايز تقول، ويجي شيكابالا هوبا روح حاططها على طول في اليمين في الشمال في اي حته، وعنده تصويبه ما بتخيبش. يعني انا لو مدافع، انا لو لاعب وسط، انا مش هسيب شيكابالا اصلا يبدا يرمي الرميه اللي هي بتاعته يحطها قدام شماله دي وايه ويحط، عشان كده كده لما هيحط هتخش في الجول كده كده يعني غالبا. يعني لعيب خطير بصراحه، موهبه مش طبيعيه شيكابالا، موهبه مش طبيعيه. ودايما وانا بتحدث عن شيكابالا في اي وقت في اي فتره اقول انه شيكابالا خسرنا على مدار سنوات واحد من افضل اللاعبين اللي جم في تاريخ مصر. خسرنا. هتقولي يعني هو مش افضل؟ هقول لك لا، هو افضل طبعا، موهبه عبقريه. هقول لك على مستوى التاريخ والانجازات والامكانيات دي تعمل حاجات اكتر من كده بكتير كمان. هو عمل كتير بس كان ممكن يعمل اكتر كمان، بس خلاص ده اللي فات مات. شيكابالا دلوقتي لاعب ناضج، لاعب مؤثر، لاعب هداف، لاعب ذكي، لاعب قائد لفريقه بشكل رائع جدا. فتحيه طبعا لشيكابالا. اتكلمنا على زيزو، اتكلمنا على شيكابالا، فاضل مين؟ كالعاده اوسوريو. بص هقول رايي النهارده قد يبدو رايي صادم، بس هقوله وامري لله وامري لله. انا تحدثت في اكثر من مناسبه وقلت انه اوسوريو مدرب كبير على مستوى السي في، كبير على مستوى الافكار اللي بيبقى نفسه يطبقها، انه عايز يخترع ويفكر ويبدع. كل ده جميل، جميل ان المدرب يعمل ده، انه مش موظف. حلو، انا احترم المدرب بيعمل كده، بس واضح ان اوسوريو مفيش فايده. هو عايز يحط افكار اكبر بكتير من الوضع اللي فيه الزمالك حاليا، واكبر بكتير من العناصر اللي موجوده. كل مباراه بادئ بخط دفاع مختلف، كل مباراه عنده اسماء المفروض تبقى موجوده ما تلاقيهاش موجوده، بتتفاجئ انها مش موجوده. النهارده بادئ بخط دفاع فيه محمد عبد الغني ومحمود علاء وحسام عبد المجيد، عشان هو اصلا واضح ان هو مش مقتنع وهو بينزلهم اصلا بين الشوطين، غير اتنين منهم اللي هو محمود علاء وحسام عبد المجيد، ونزل اتنين اخرين حمزه المسلوسي ومصطفى الزناي اللي بيحب يبدا بيهم عاده يعني. ودايما في ثغرات كبيره جدا في خط دفاع نادي الزمالك. يعني مثلا النهارده الكل، وبعد شويه هنتكلم احنا هنشارك في ده، يعني الكل قاعد يتحدث عن فكره هي ضربه الجزاء صحيحه ولا مش صحيحه، عواد خبط لاعب البنك الاهلي ولا ما خبطوش، صح كده؟ الكل اتكلم على ده، بس هو ما حدش مسك في الاصل، هو ازاي لاعب البنك الاهلي اللي هو كريم بامبو انفرد هذا الانفراد وكان في ظهره لاعب زمالك واحد بس، مدافع واحد، او هو كان في ظهر لاعب زمالك واحد بس؟ فين العمق بتاع دفاع نادي الزمالك؟ فين العمق؟ وانت لا متاخر مثلا فاقول لك انت كنت واخد مخاطرات هجوميه فانت عندك مشاكل في الدفاع، انت لسه متعادل. عمق سيء دفاع الزمالك مع اوسوريو حاجه في منتهى السوء. اختلفت الافراد في سوء في الاداء التكتيكي والفني والخط اللي بيعمله اوسوريو في دفاع نادي الزمالك. وهنا هوصل لرايي، رايي الشخصي اللي هو ممكن تختلف عليه جماهير الزمالك او تختلف عليه حتى اداره الزمالك الجديده اللي هتنتخب، يختلف اللي يختلف. اوسوريو هيمشي الطريق كده ومش هيتغير. هو قال في المؤتمر الصحفي في المباراه قبل الماضيه لو تفتكر، الزمالك تعاقد معايا وانا بلعب بالطريقه دي، الزمالك تعاقد معايا وانا بفكر بالطريقه دي، فخلاص اوسوريو هيمشي الطريق كده، يكسب يخسر مش هيبقى فارق معاه، مش هيبقى فارق معاه المكسب والخساره، طبعا هيفرق معاه المكسب يعني، بس مش هيفرق معاه قوي قد ما هيفرق معاه لو غير خططه وطرق لعبه، مش هيعملها، واضح جدا. طيب الحل هنا ايه؟ الحل ان احنا داخلين على فتره توقف مش بطاله عشان منتخب مصر، تمام؟ لو اوسوريو النهارده اتكلم في المؤتمر الصحفي، وهزع لكم المؤتمر الصحفي بعد لحظات، انه عنده عرض في البرازيل، لو الراجل عايز يمشي، لو الراجل عنده عرض تاني، لو الراجل مش هينزل علينا ويرخم علينا في الشرط الجزائي فيتفضل يمشي، لو اداره الزمالك شايفه ده، انا بقول لك انا رايي الشخصي. ليه؟ عشان ما تجيش لما فتره التوقف دي تخلص والزمالك يخش في الجد افريقيا ومحليا فيخسر مباراه ولا يتعادل مباراه فتمشيه في نص الموسم في وضع صعب، فتقول غلط ان انا مشيه دلوقتي فما مشيهوش، لا همشيه، طب اجيب بديل مؤقت. دلوقتي عندك فرصه تفكر، عندك فرصه تشوف. لو انت مش مقتنع زي، انا مش بقول وهفضل اكرر ان اوسوريو مدرب فاشل، لا مش مدرب فاشل ولا مدرب سيء،
بس عنده أفكار مختلفة عن أفكار الفرقة أو إمكانيات الفرقة بمعنى أدق. هنا يحصل التاتش ده اللي مش راضية تيجي. فده رأيي، وطبعا مسؤوله نادي الزمالك القادمين هما الأولى والأدرى والأكثر اهتماما ومعرفة بحال نادي الزمالك واللي أحسن له إيه. إحنا بنقول كلنا بنقول آراءنا، مجرد آراء. على فكرة ممكن أقول الرأي ده النهاردة وأصوله يكمل مع نادي الزمالك ويعمل نجاحات عبقرية، فتلاقي حد يقول لك إيه الحق مش فاكر أنت مش قلت يمشي. أنا ما بقولش يمشي ولا يقعد بالمعنى الصريح، أنا بقول لو أنت كنادي الزمالك تنوي أو تفكر في رحيل أوسوريو فدي فرصة مناسبة، إن أنت عندك فترة توقف وعندك الراجل نفسه عنده عرض آخر فيقبل بالعرض الآخر، وأنت تشوف مدرب تاني وتتخلص من الشرط الجزائي وتعمل الديل اللطيف اللذيذ لو أنت متردد، فدي الفرصة المناسبة. النهاردة أوسوريو كان له تصريحات مهمة بعد الفوز على البنك الأهلي، شوفوا تصريحاته في المؤتمر الصحفي لما نرجع أعلق على بعض ما جاء فيها، خليكم معنا. He will never be like that. عمره ما يبقى كده. Every time we have a game, we look at the other team, how they play, what their best players are, and we decide in our structure. كل ماتش بيشوف الفرقة اللي بتلعب ضده وبيشوف أحسن لعيبة موجودة ونقدر نحط الاستراتيجية اللي ممكن تناسب المباراة دي. We train three times before the game. And then I decide on the starting 11. اتمرن 3 تمارين قبل المباراه بنفس شكل التدريب ده يعني او الخطه دي، وبعد كده هو حط القرار بتاعه بتاع ال 11 لعيب. With the back three today. الثلاثه اللي ورا. علا. ميرلمان. حسام. عبد الغني. وعبد الغني شمال. I knew. هو عارف. That they will have a space on the flanks. هو كان عارف ان البنك هيبقى عندهم مساحات ورا. That's a calculated risk. We have 6 chances of goals and they have 1. عندنا 6 فرص للتسجيل في الشوط الاولاني وهم عندهم 1 بس او 2. In transitions I knew that will happen. هو عارف ان ده يحصل. But that's the calculated risk that we take. ده الريسك المحسوب يعني. In the second half الشوط الثاني with 1 man less بأقل واحد we went back to the back 4. رجعنا الأربعة ورا. With fast players, Hamza, El Senari, Abdel Ghani, Fato, and we control all the transitions. عملنا كنترول على الترانزيشن بتاعتهم والتحولات بتاعتهم الهجومية. So I know the game. هو عارف الجيم كويس. And very well indeed. Thank God. ومشي زي ما احنا عاوزين الحمد لله. But I always try to play our best 11 for this specific game. هو بيحاول على قد ما يقدر يحط الحلول المناسبين. حسام needs a game and I decided to give them a game. علاء وحسام محتاجين يلعبوا جيمز او ماتشات عشان we made the adjustments in the middle at halftime. We even the game with one man less we score one goal and we tied the game 1-1 وجبنا جول. And when they went back to 10 against them we were a lot superior to them and we scored a beautiful goal that we deserve. So I think in overall we have more options, more chances, better chances and we deserve to win today. يعني بعد ده عندنا فرص في الجيم يعني وكنا نستحق ان احنا نكسب المباراه دي. طيب في جزء في المؤتمر ده ما اتنقلش دلوقتي لحضراتكم، بس في جزء او جمله انا كنت حابب اعلق عليها، ان هو اتكلم على المترجم بتاعه كان اتوقف من قبل لجنه المسابقات وقال انه انا اللي بتكلم مش المترجم، يعني لما بقول حاجه والمترجم بينقلها اعتراض عصبيه او اي حاجه انا اللي بقول، فلو عايزين تعاقبوا عاقبوني انا. والله عنده حق بصراحه. هتقولي ليه عنده حق؟ هقول لك، ما هو المترجم شغلانته ايه؟ هو بينقل حرفيا اللي بيقوله المدرب، يعني لو قال اي حاجه انا لازم انقل اللي قاله بالظبط عشان ما يقوليش بعد كده تقولت من دماغك. فلو أوسوريو يتعصب والمترجم ترجم العصبيه بتاعته دي، فهنا مش مشكله المترجم على قد ما مشكله المدرب. فانت تروح تعمل ايه؟ توقف المدرب، صح كده؟ ما المترجم بينقل. طيب لو جه بقى الراجل المدرب نفسه قال لك لا انا ما قلتش المترجم هو اللي قال، قول له لا معلش يبقى ماشي المترجم بتاعك هو اللي بينقل عنك، انا المترجم بتاعك دوت هو شخصيتك هو انت، انا ما اعرفش انت مش عاجبك المترجم مشيه.
فاتمنى يعني لو ما كناش قادرين نعاقب اوسوريو فعاقبنا المترجم فده حاجه غلط اصلا مش مظبوطه يعني. الا بقى لو كان المترجم هو نفسه اللي عمل موقف يعني او عمل حاجه فيها عصبيه من ناحيته هو يعني اعتدى على الحكم وهو اتقال بصراحه ان المترجم حاول يعمل حاجه مع الحكم او حاول يعترض على الحكم بطريقه غير لائقه او يتعدى على الحكم في المباراه الماضيه وده كان سبب ايقافه. لكن لو زي ما اوسوريو قال انه مجرد الترجمه فاكيد المترجم ما يتعاقبش على الترجمه ما يتعاقبش عليها ابدا يعني. طيب النهارده الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف اختار 8 حكام او 6 حكام مصريين للمشاركه في الدوره اللي هينظمها لاعداد الحكام قبل انطلاق بطوله كاس الامم الافريقيه القادمه بكوت ديفوار. الكاف وجه الدعوه لكل من امين عمر ومحمد معروف ومحمود البنا حكام ساحه ومحمود ابو رجال واحمد حسام طه مساعدان وفي الفيديو او حكم للفيديو كابتن محمود عاشور. حلو ان حكامنا المصريين يبقى في اهتمام بيهم من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم وحب حلو كمان ان احنا نشوفهم في كاس الامم الافريقيه باكبر عدد ممكن وحلو اكتر ان احنا نشوفهم في كاس العالم والحلو اكتر واكتر ان احنا نشوفهم في افضل حال في الدوري بتاعنا هنا في الدوري المحلي في البدايه يعني. طيب النهارده الحكم كابتن محمد معروف في مباراه الزمالك والبنك الاهلي كان في اكثر من قرار خد منحى جدلي وبدات الناس تتحدث على القرارات صحيحه ام خاطئه. وبالمناسبه يعني حضراتكم تبقوا عارفين الكابتن محمد معروف ايضا من الحكام المرشحين لكاس العالم هو والكابتن امين عمر الاثنين دول مرشحين من مصر للتواجد في كاس العالم احدهما يعني يبقى موجود في كاس العالم القادمه ان شاء الله التوفيق لاحدهما باذن الله يكون ليهم نصيب في كاس العالم. الغريب ان الكابتن امين عمر كان له خطا شهير وبعديها النهارده الكابتن محمد معروف. هل كان الكابتن محمد معروف لديه بعض الأخطاء النهاردة؟ نعرف من الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشة خبيرنا التحكيمي. يا كابتن جهاد مشرف ومنور كالعادة. كريم صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. أخبار حضرتك إيه؟ كله بخير؟ كله زي الفل الحمد لله. النهاردة المباراة كان فيها بعض الأخطاء ولا ما كانش فيها أخطاء وإحنا اللي نتصور ذلك؟ لا فيها اخطاء واخطاء واضحه والناس كلها اتكلمت عليها وكلام عليها بالتحليل باستفاضه. انا اتكلم معاك يا كريم على اللقطات لقطه بلقطه. يلا بينا نبدا اللقطات على طول. واول لقطه كان في فاول على محمود علاء هتيجي معانا حالا دلوقتي. هتقولنا يا جماعه الحاله يلا اهي الكره دي فاول على محمود علاء هو لمس الكوره. اللقطه ديت اللي طبعا انا شايف معاك اللقطه وبوضوح الحكم المساعد الثاني مميز سامي هلال النهارده عمل مباراه كويسه الاثنين مساعدين بصراحه ما لمس الكره خالص محمود علاء ودخل بتهور وكان في يعني مساحه كانت موجوده وبالتالي كان انذار مستحق وقرار صحيح من حكم المساعد والحكم المباراه مشي معاه. اللقطه دي لا يمكن تعدي من غير انذار. نرجع يا كريم اللقطه اللي فاتت دي معلش ثاني يا جماعه لقطه كابتن ثواني يا كابتن جهاد بالراحه على اللقطات بس يا جماعه عشان الكابتن جهاد يعلق. هنتكلم على اللقطة اللي فاتت دي عشان نرجع لبرضه اللقطة الطرد. هنرجع بس اللقطة بتاع محمد عبد الغني اللي بعد دي يا جماعة. محمد عبد الغني في الدقيقة 22. خلاص الانذار ده مستحق وقرار مظبوط من المساعد والحكم مشي مع المساعد وقرار صحيح في اللقطة دي وانذار مستحق. طيب هنجيب اللقطة اللي بعد كده محمد عبد الغني هنتكلمك على إتاحة الفرصة. إمتى نعمل إتاحة فرصة؟ في نص الملعب مفيش إتاحة فرصة؟ في الجزء الدفاعي لنادي الزمالك مفيش تحت فرصه. دي اللقطتين اللي هنربطهم ببعض. في نص الملعب بالمنظر ده مفيش تحت فرصه. هتحت فرصه لايه؟ دي صفاره وانذار لمحمد عبد الغني وكارت اصفر مستحق ما خدوش محمد عبد الغني. هربطها لما تشوف اللقطه بس الرابط تيجي معانا وهربطها باللقطه الثانيه. ماشي اوكي. هتيجي معانا حالا قولوا لي يا شباب. لان هربطها باللقطه بتاعه الطرد بتاع محمد فتحي برضه نفس الكلام. فهنحاربه جاي انا جايب لقطتين عشان نربطهم ببعض. واحده للبنك الاهلي كان فيها انذار مستحق على لاعب الزمالك عمل ده فرصه وفي الاخر طلعت الكره اوت ومفيش مفيش بعدها ما اداش انذار واعترض عليها البنش البنك الاهلي بطريقه كبيره طبعا كان عندهم حق ساعتها. واللقطه الثانيه بتاعه الطرد برضه هنجيبها مع بعض. طيب اللقطه دي اللقطه دي مظبوطه دي مظبوطه خلاص. اللقطه دي بقى الدخول بالتهور المنظر ده صفاره وانذار وخلاص مفيش تحت فرصه في نص الملعب. يعني الفرصه اللي هنا في نص الملعب ايه الفرصه اللي موجوده ممكن اتاحها هنا؟ الكره طلعت اوت تمام؟ طبعا في اعتراض من البنش البنك الاهلي على اللقطه دي اللي ممكن تعدي بالمنظر ده بدون انذار. ما اداش فيها انذار.
احنا كمان بقى اللقطات مع دي ده تسلل صحيح لمحمود ابو الرجال، كان متمركز تمركز صحيح والتسلل كان موجود وهو عمل ديلي للرايه وقرار صحيح في الاخر احتسب التسلل. عظيم. اللقطه اللي بعدها بنتكلم في دي لقطه يا جماعه ده فاول نضاي يا كابتن. لا مش فاول نضاي، هو كان في تسلل موجود من نضاي الفاول موجود من محمود ابو الرجال كان حسب الفاول والفاول موجود وكان لازم برضو الفاول ده بتهور، كان لازم اللاعب 22 من البنك الاهلي ياخد انذار زي ما اديت انذار في التهور قبل كده، هو ده انذار برضو كان مستحق للاعب البنك لازم ياخده. طيب الكره دي كمان الكره دي مهمه جدا يا كابتن جاد، ان هو احتسبها ضربه جزاء وبعد كده رجع حسبها فاول. بص يا كريم، احنا مبدا العام ركله الجزاء مفيش فيه تحت فرصه. لكن في عندنا اوبشن موجود في ركله الجزاء، انا كحكم عندي اخر الصفاره، بمعنى الكره لما لو قريت اللعبه هي كره في لمسه يد موجوده، لكن الكره لما قريت اللعبه الكره خلاص اتهيأت للمهاجم وبقت فرصه محققه للمهاجم ممكن يحرز هدف. وبالتالي انا لو اخرت الصفاره ثانيه ثانيتين ثلاث ثواني وركله الجزاء في ايدي كده كده انا خلاص واخد قرار بركله الجزاء اللي طلعت مش ركله جزاء لان لمسه اليد كانت خارج المنطقه والفار خرجه بره المنطقه، وبالتالي اللي اتضر في اللقطه دي ودي لقطه مؤثره في المباراه ونهايه المباراه اللي اتضر فيها هو البنك الاهلي، الكره اتهيأت للاعب ده خلاص كده بقت في فرصه محققه هو لغاها بالصفار وبالتالي كان لازم يستنى وكان لازم يعمل ديلي للصفاره عشان يستفيد منها البنك الاهلي. طيب. دي كانت تسلل في نص الملعب. لا دي بس الاول يا كابتن جاد، انا عايز افهم فضل. حاجه دلوقتي انا لو حكم ساحه تمام وسيبت الكوره دي تمشي شويه وبعد كده كانت هي ضربه جزاء مش من بره وضاعت، هتيجي تقول لي هو ما فيش فرصه في ضربه الجزاء كان المفروض يصفر على طول؟ في يا كريم ديلي في الصفاره. انا هقول لمساعدين ركله جزاء ركله جزاء الكلام يتكرر مرات اقولهم ركله جزاء هم ثلاث ثواني وبالتالي جت جون هحسب الجون ما جتش الجون هرجع ركله الجزاء اللي موجوده في ايدي ما راحتش ما فيش تحت فرصه، دي مش تحت فرصه دي لو في فرصه محققه تدخل جون همشي معاه والجون له في فايده للمهاجم اكتر من ركله الجزاء. طب لو ما جتش جون ركله الجزاء في ايدي ارجع بيها، لكن النهارده لما اتسرعت وحسبت ركله الجزاء ضيعت فرصه على البنك الاهلي فرصه محققه تسجيل هدف وده في التحكيم مش عداله وبالتالي بنتكلم عن العداله، بنتكلم عن اللقطه دي هي لقطه تحكيميه مؤثره في نتيجه المباراه النهارده لان البنك الاهلي اتغلب، كان ممكن اللقطه دي تسفر عن هدف البنك الاهلي. عظيم جدا. طيب ناخد اللقطه الاوفسايد اللي كان من نص الملعب، هتقول لنا يا جماعه اللقطه بتاعت الاوفسايد من نص الملعب اهي. الكره دي اوفسايد يا كابتن جاد؟ التسلل كان من نص الملعب، ما كانتش جايه الصوره لكن هو سامي هلهل المساعد الثاني عمل ديلي للرايه استمر اللعب لان كانت الموضوع قريب المسافه كانت قريبه استمر اللعب نقله واثنين وبعد كده رفع الرايه بالتسلل وكان تسلل صحيح. ده تسلل صحيح ما فيهوش مشكله. تسلل صحيح تمام. طيب الكره الاكثر جدلا بقى هي الكره بتاعه طرد محمد عواد. تمام. هنعرضها حالا دلوقتي لحضرتك. معاك. هو هنا استنى خلص عمل ديلي للرايه خلص الكره اتقطعت رفع الرايه بالتسلل، هو كان واخد القرار من زمان يعني هو معرف الطقم كله انه واخد القرار بالتسلل. صح. اولا ما فيش على بامبو تسلل في البدايه. تمام. تاني حاجه اللقطه دي هو خد قرار محمد معروف بركله حره مباشره وطرد، وفعلا حارس المرمى اي خطا يعمله خارج منطقه جزائه بغض النظر عن عدد المدافعين الموجودين هي بيبقى ركله حره مباشره وطرد. يعني بس الاول بس عشان تفهم حضرتك الساده المشاهدين، يعني حتى لاعب الزمالك المغطي دوت تحسبش انه في لاعب ولا نبص في عدد لاعبين اللي حارس المرمى باي توجه للاعب ممتاز. المهاجم حارس المرمى خطاه بكارت احمر مباشر. تمام هي طرد بقى اصلا كارت احمر وركله حره مباشر. تمام. طب احنا دورنا في كل اللقطات عشان نشوف تلامس او خطا على عواد الكلام ده عمله محمود عاشور حكم الفار ما لقاش في القفز اللي حصل ده القفز اللي حصل ده حصل وبعد كده اختلال توازن لكريم بامبو ووقع بالمنظر ده. طب لما جابه في الفار لما جابه محمود عاشور في الفار هو دور على التلامس فجاب لقطه من ورا الجون يا كريم هتجيبها مع بعض ان في رجل اليمين لبامبو راحت طبعا دي مفيش فيها تلامس اللقطه دي همشي معاك اللقطه ده هو بص هو بامبو عمل ايه هو قفز هي دي بقى اللي بتكلم عليها انا بص لا هجي في لقطه ثانيه هو بامبو اللي قفز وبالتالي مفيش خطا على عواد ما عملش تلامس عواد خلاص نزل على الارض مفيش تلامس ما اخطاش في اللعبه دي. تمام. طب اللي حصل ايه طبعا محمد متمسك بقراره كراجل جزاء بيدور على التلامس. تمام. فلقى لقطه من ورا الجون ان في الرجل اليمين مش دي برضه في لقطه بعد كده
في لقطه بعد كده هتجي لك ان في رجل اليمين اللي بامبو عمل منها عمل لها ديلاي عملت تلامس خفيف مع صدر عواد. مش ده الخطا اللي ممكن توقع بيه اللاعب او الخطا ده او التلامس اللي عمله اللعبه دي. اللي عمل الخطا ده او التلامس اللي اخسر رجليه بالمنظر ده هو المهاجم مش عواد. وبالتالي عواد لما نزل هو القفز لما حصل خلاص كده بالنسبه لعواد عواد بره اللعب. اللي الرجل دي تاخيرها بالمنظر ده من المهاجم مش من عواد. وبالتالي عواد ما اخطاش. اللمس اللي حصل ده اللي كان بيدور عليه معروف ده مش خطا على عواد. ده يستمر اللعب والتوازن الاختلال التوازن اللي حصل استمر اللعب وكان قرار صحيح باستمرار اللعب. ما فيش فيه كارت احمر لعواد في اللعبه دي. ما فيش خطا. لا يوجد خطا. يعني هنا في المباراه خطأين مؤثرين. صح كده؟ الخطا ده كان مؤثر لو النتيجه الزمالك ما كسبش. وبالتالي احنا من حظ الحكام وطاب التحكيم ان الزمالك كسب فاللقطه دي مش مؤثره في النتيجه. نقول خطأين كبيرين. عن الخطا بقى المؤثر بتاع البنك الاهلي هو اللي فضل معانا لنهايه المباراه. لكن الكره دي في الفهم الصحيح لكره القدم هي استمرار اللعبه كان القرار الصحيح. طيب. وبعد كده الانذار الجاي ده بتاع انذار محمد فتحي اللي هو كان فيه اعتراض. ما انا قلت لك بقى محمد فتحي خلاص هو طرد عواد. هنتكلم في اللقطه محمد فتحي بعد كده. برضه محمد فتحي نفس الخطا اللي حصل في نص الملعب ده الانذار الاولاني بتاع محمد فتحي انذار صحيح داس على القدم. تمام. بص صفاره مفيش تحت فرصه صفاره انذار هو ده المطلوب. تمام. نص الملعب مفيش تحت فرصه نهائي. تمام. طب اللي حصل في الانذار الثاني بقى داس على القدم ده انذار فوت ان فوت ده انذار وقرار صحيح. والموضوع سهل التحكيم سهل صفاره وانذار وخلاص. طبعا كان في اعتراض من كابتن منصف وحكم الرابع قال للحكم وطلع الانذار وقرار مظبوط قرار صحيح. الاعتراض بالمنظر دوت من قبله انذار وده قرار صحيح من طاقم التحكيم مفيش مشكله فيه. وبعد كده طرده مباشره يعني بعدها. تمام احنا بنتكلم على اللقطه اللي معانا احنا خلينا نمشي لقطه بلقطه. هو الكلام الاداريات دي كلها احنا مش مختلفين فيها. تمام. اهي دي طرد محمد فتحي. طرد بص بقى اللقطه دي بعدها بدقيقه دقيقه ونص. الخطا اللي حصل كان في خطا موجود على محمد فتحي من دقيقه دقيقه ونص. طب انت ليه يعني كان في الثلث الدفاعي لنادي الزمالك. اتحت فرصه ومشيت اللعب لغايه ما وصل بالمنظر ده لغايه ما طلب لعيبه الزمالك الانذار الثاني. طب يعني على فكره الانذار مستحق يعني الانذار كان موجود لو اللقطه عندك بتاع الانذار. مش عارف جابينها ولا مش جابينها ان جبتها بعد كده. اللقطه كانت قبل اللقطه دي بدقيقه دقيقه ونص. فالانذار موجود والانذار مستحق لكن انت اخرته وعلى فكره طلع بناء على الزمالك ولاعيبه الزمالك بيتكلموا فوقف اللعب وده الانذار الثاني. لا كان الانذار ده كان مكانه قبلها بدقيقه كان انذار واضح وصريح وانذار ثاني وكان طرد مستحق. طب التاخير وتحت الفرصه ما كانش. انا عايز اسالك سؤال يا كابتن جايد بس عشان افهمها برضه. لو انا هطرد لاعب بانذار ثاني ينفع اسيب اللاعب يمشي وابقى ارجع ثاني اديله الانذار الثاني ولا المفروض بما اني هدي انذار ثاني وطرد لازم اوقف اللعب؟ انا بسالك. هو المفروض اعمل ده الانذار الثاني بالذات. زي الكارت الاحمر مباشر مفيش فيه وبالذات فعلا اللعبه ما كانش فيها تحت فرصه الا اذا كان فيه تحت فرصه كريم واضحه. يعني تحت فرصه رايح الراجل انفراد رايح فممكن اخر الانذار الثاني ودي بعد كده بعد تحت الفرصه. لكن في الثلث الدفاعي للزمالك فين تحت الفرصه؟ يعني الخطا حصل كان في ثلث الدفاع الزمالك ما كانش فيها الفرصه خالص. كابتن جهاد انا عايز اسالك سؤال لو تسمح لي. يعني اتفضل. احنا عندنا حكام محترمين وحكام رائعين بس احنا في الاسبوع الثالث من الدوري والاخطاء صحيح. دي احنا بنتكلم على اخطاء من حكام الصف الاول في الدوري المصري يعني الحكام الكبار كمان مش الحكام لسه اللي هم بياخدوا لاول مره في الدوري او ما لهمش خبرات عديده. احنا صحيح. في ثالث اسبوع فالموضوع بقى يخوف ويقلي. انا على فكره انا اشدت جدا بالتحكيم المصري في اول اسبوع وقلت احنا عملنا اسبوع جيد في الاسبوع الاول وهو كان الاسبوع الاول يعني اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم وبس. هل هنستمر كده؟ هل في حلول سهله وسريعه ولا هنعيش الصعوبات دي؟ خد بالك انا بتكلم دلوقتي انا اسف لا بطول بس انا اقصد احنا بنقول ايه؟ احنا لسه المنافسه ما شدتش ده اول ثلاث اسابيع والناس كلها متضايقه ومشحونه وزعلانه. بص يا كريم احنا بنتكلم على رقم مرعب في حاجه و20 ماتش. 8 مباريات تم تغيير نتائجهم باخطاء تحكيميه مؤثره. ومعظم الفرق دي اللي اتاثرت بالاخطاء التحكيميه المؤثره دي معظمها فرق شركات ومؤسسات ففي جماهيريه في ظهير جماهيري فالدنيا تبقى الى حد ما هاديه شويه. لكن تتخيل لو من 8 فرق دول هتلاقي الاسماعيلي لو مثلا يعني الاسماعيلي والمصري والاتحاد وخش معاهم الاهلي والزمالك. هتلاقي الدنيا هتعلى باعلى وتيره في الاعتراض. فبالتالي احنا عندنا اخطاء عدد كبير النسبه كبيره جدا بالنسبه لحاجه و20 ماتش
8 مباريات اتغير نتيجتهم باخطاء تحكيميه، ده يعني نسبه كبيره جدا وعدد كبير جدا. انجلترا في ماتش واحد الدنيا قامت ما عادتش. فبتتكلم ان احنا لما بقى عندنا بالمنظر ده لازم نشتغل. عندنا الفتره اللي جايه بعد ماتش بعد الاسبوع الثالث عندنا فتره ذهبيه للجنه الحكام، تشتغل على الحكام الفتره اللي جايه عشان لما نرجع بعد التوقف الدولي نرجع بصوره كويسه. فعلا محتاجين وقفه، ووقفه مع النفس بكلجنه حكام كحكام، لان اللي بيحصل ده غير طبيعي. بدايه صحيح. مش كويسه للتحكيم المصري السنه دي في الدوري المصري. صحيح. كابتن جاد جريشه خبيرنا التحكيمي الكبير، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التوضيحات من مباراه اليوم، مباراه الزمالك والبنك الاهلي. طيب النهارده كمان في الدوري طلائع الجيش خسر امام مودرن فيوتشر بهدفين دون رد، هدفين في منتهى الروعه. مودرن فيوتشر 3 انتصارات في 3 مباريات، 9 نقاط صدار الجدول الترتيب. وبص على حلاوه الجول الاول، وكالعاده عمر كمال عبد الواحد وده سيدي دادو الصاروخيه اللي بقت برضه علامه مسجله في الدوري، والمره دي برجله الشمال يسجل الهدف الاول في الدقيقه 44. اي شوط لعمر كمال عمر كمال عبد الواحد من خارج منطقه الجزاء هي بتبقى هدف غالبا. وبعد كده مروان محسن سجل الهدف الثاني بطريقه كده ايه كمان لذيذه، يعني في الدقيقه 86 مروان محسن بيسجل هدف تاكيد الفوز لمودرن فيوتشر. بالمناسبه كريم طارق كان اضاع ضربه جزاء لطلائع الجيش في الدقيقه 51، كان ممكن يتعادل بيها الفريق بعد هدف عمر كمال عبد الواحد. بصراحه اشاده لمودرن فيوتشر، بصراحه اشاده، عشان احنا تصورنا بعد تغيرات كثيره اداريه وفنيه على مستوى اداره وعلى مستوى الجهاز الفني وعلى مستوى اللاعبين ان مودرن فيوتشر ممكن يتراجع الموسم ده، لكنه بادئ بشكل قوي جدا جدا جدا، ونتمنى ان هو يستمر بكل تاكيد. 9 نقاط في 3 مباريات العلامه الكامله. مباراه اخرى، مباراه المصري والداخليه، 3-1 للنادي المصري، مواجهه بين الكابتن علي ماهر المدير الفني للمصري والكابتن ميمة عبد الرازق المدير الفني السابق للمصري والحالي للداخليه. دقيقه 8 ميدو جابر سجل الهدف الاول للمصري، بعدها في الدقيقه 49 قدر مروان حمدي يسجل الهدف الثاني للمصري. في الدقيقه 66 وبرأسية مميزة جدا جدا سجل باهر المحمدي الهدف الثالث لفريقه المصري البورسعيدي. اهي الرأسية حلوة، احب انا الارتقاء الحلو ده، هو الجسم مفرود، الكرة موجهة، كل حاجة فيها سليمة 100% يعني. وبعد كده ايهاب سمير سجل هدف تضييق الفارق للداخلية لكن دون تأثير. ايهاب سمير في الدقيقة 81 هدف داخلية الوحيد. المصري رغم الرباعية اللي تلقاها قدام النادي الأهلي في بداية الدوري المصري الممتاز، كان عندي ثقة كبيرة أن الفريق ده هيعمل حاجة محترمة جدا، وقدر فعلا يكسب مباراتين بعدهم. المصري عنده فرقة حلوة كتشكيلة وعنده مدرب قدير جدا هو الكابتن علي ماهر، وأعتقد هيظهر بشكل كويس جدا الموسم ده. بكرة في مواجهة من المواجهات الكلاسيكية الرائعة التاريخية الكبيرة، ظروف الفريقين مختلفة تماما في الوقت الحالي، ولكن يبقى اسم الفريقين يكفي ان احنا نستمتع ان شاء الله بمواجهة كبيرة. الاهلي وهو في افضل احواله على الاطلاق يواجه الاسماعيلي اللي بيتحسس طريق العودة للامجاد، او على الاقل طريق العودة للحياة الطبيعية في كرة القدم. يعني الاهلي والاسماعيلي غدا مواجهة رائعة في الدوري المصري الممتاز. لهذه المواجهة اختار مارسيل كولر قائمة للنادي الأهلي مكونة من محمد الشناوي في حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف معاه في حراسة المرمى، في خط الدفاع علي معلول، كريم الدبيس، محمد عبد المنعم، وياسر إبراهيم، وخالد عبد الفتاح، ومحمد هاني. أما وسط الملعب ففي أليو ديانج، ومروان عطية، وأحمد نبيل كوكا، وإمام عاشور، ومحمد مجدي قفشة، وحسين الشحات، وأحمد عبد القادر، وبرستا، وطاهر محمد طاهر، و رضا سليم. علي ليه بقى علي معلول وكريم الدبيس تاني؟ لا دي غلطه اكيد دخلت معانا في خط الوسط. في خط الهجوم هيبقى فيه انتوني موديست ومحمد زعلوك في غياب طبعا صلاح محسن الاصابه وكهربا للايقاف. ابرز غيابات الاهلي زي ما اتحركوا محمود كهربا ايقاف، صلاح محسن، وكريم نيرفيد، وعمرو السلاي، ومحمود متولي، ورامي ربيعه بسبب الاصابه، اكرم توفيق لسه مش جاهز فنيا، وكريم فؤاد، ومحمد الضو، كريستو، وحمزه علاء تم استبعادهم لاسباب فنيه.
طيب التشكيل اللي هيلعب بيه الاهلي قدام الاسماعيلي، التشكيل المتوقع لهذه المواجهه هيبقى فيه محمد الشناوي في حراسه المرمى، في خط الدفاع محمد دهاني وياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول، وفي الوسط مروان عطيه واليو ديانج وامام عاشور، وفي الهجوم الثلاثي حسين الشحات وبيرسي تاو وانتوني موديست. دي تشكيله الاهلي المتوقعه لمواجهه النادي الاسماعيلي. على الجانب الاخر قائمه النادي الاسماعيلي لهذه المواجهه الكبيره، محمد فوزي وكمال السيد وعبد الله جمعه في حراسه المرمى في غياب احمد عادل عبد المنعم للاصابه، في خط الدفاع محمد عبد الله جمال عفوا واحمد عادل عبد المنعم غايب للاصابه، خط الدفاع فيه محمد هاشم ومحمد نصر واياد العسقلاني وكريم عرفات وعصام صبحي واحمد محسن وحمدي النقاز ومحمد دسوقي، وفي خط الوسط موجود محمود الشبراوي ومروان حمدي ومحمد حسن وعبد الله السعيد وعماد حمدي ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع ونادر رجب وعمر الساعي، وفي الهجوم عبد الرحمن مجدي وياو النور وباسم مرسي وحسين صابر. قائمه والله فيها لعيبه مميزه، والله فيها لعيبه مميزه. الاسماعيلي بس محتاج يفوق شويه، هيفوق مع كابتن ايهاب جلال اعتقد يعني. طيب النهارده النادي الاهلي اللي بيتفوق في مختلف الالعاب بقاله فتره طويله يعني، وعاده يعني الاهلي بيتفوق في معظم الالعاب، بس الاهلي يعني ساني سنانه في كل الالعاب، في كل الالعاب وفي كل البطولات محليه او افريقيه. النادي الاهلي اليوم توج ببطوله افريقيا للانديه في كره اليد بالفوز على فريق كونغولي، فريق صعب على ملعبه ووسط جماهيره، قدر النهارده النادي الاهلي يحقق البطوله. 1,000,000 مبروك للنادي الاهلي الفوز بهذه البطوله، فريق جي اس كي الكونغولي. النهارده الاهلي زي ما قلت لكم فاز عليه وقدر يحصد هذه البطوله. طيب ده خبر النهارده، منتخب سيراليون ابدى ترحيبه باقامه مباراتيه امام منتخب مصر في تصفيات كاس العالم بالقاهره. الكاف كان رفض اعتماد ملعبه، وده يعني انه سيراليون مباراتها هتلعبها خارج ملعبها، وبالتالي اتحاد الكره بيقوم دلوقتي باتصالات مع الجانب السيراليوني ان هو المباراه تقام في القاهره، مباراه العوده يعني، مباراه الذهاب تقام في القاهره، مباراه مصر وبعد كده مباراه سيراليون ايضا تقام في القاهره. ده شيء رائع جدا. خد بالك احنا في اللحظه دي انت بتعمل ايه بقى؟ بتروح تتكفل ببعض المصاريف بتاعتهم وحاجات كده، تمام تمام سهله، بس نلعب المباراتين في مصر يبقى خدنا 6 نقط ان شاء الله باذن الله، وتبقى الامور ميسره يعني. طيب النهارده محمد صبحي مفروض في قائمه منتخب مصر، وكان عنده خطا وبعض الناس انتقدت فكره انه انضمامه لقائمه المنتخب القادمه. خد بالك فيتوريا بيشتغل مع بعض اللاعبين، عايز اللي بيشتغل معاهم بقاله فتره يفضلوا موجودين معاه، بس ده ما يمنعش ان فيتوريا بيتابع حراس كتير في الدوري. هو قال كده، هو قال اللي هو بيتابع 6 حراس موجودين في الدوري الممتاز، قال ده في المؤتمر الصحفي اللي اقامه مؤخرا. الحراس هم احمد الشناوي من بيراميدز، ومحمد ومحمود جنش من مودرن فيوتشر، وعلي لطفي المتالق جدا مع زد، ومحمود الزنفوري المتالق جدا جدا مع الداخلي، معجب بينا الزنفوري جدا يعني، ومحمد بسام مع سيراميكا كليوباترا، وايضا الهاني سليمان مع السموحه. دول اللاعبين او الحراس اللي بيتابعهم فيتوريا اللي ممكن تشوفوهم في المنتخب الفتره اللي جايه، وان كنت مره اخرى انا بس مش عايز ظلم كبير لمحمد صبحي، ضغط كبير جدا، اخطاء دفاعيه فادحه، وهو له بعض الاخطاء وفقدان التركيز، هو محتاج يراجع نفسه كمان، بس ما يشيلش الشيله لوحده في اي اخطاء يعني. احنا لسه مكملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل، نواصل خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، يشرفني وينورني عبر الهاتف الان ضمن حديثنا عن مجموعات بطوله طي افريقيا الكونفدراليه ودوري ابطال افريقيا، عن مجموعه نادي الزمالك التونسي شكري الخطوي المدير الفني لفريق ابو سليم الليبي. يا فندم مشرفني ومنورني في برنامج رقم 10 على التلفزيون المصري. تحية ليك كابتن رمزي ومفيدك، تحية كل الشعب المصري، وشكرا للاستضافة دي وان شاء الله ننوركم. يعني مجموعتكم المجموعة الثانية ضمت الزمالك وسجراتا الأنجولي وسوار الغيني، كيف ترى هذه المجموعة؟ مجموعة صعبة متوسطة أم مجموعة سهلة؟ والله كابتن رمزي ما نعيش من رأي الخاص، ما فيش مجموعة صعبة ومجموعة سهلة، أي فريق تعدل المجموعات نتصور يكون معناتها قابل باش يكون في اي مجموعه ان شاء الله، كما معناتها في العقليه نتاع
لاعبي وهيئه واطار فني بتاع نادي بوسليم ولو معناتها المجموعه دي اللي هي ممكن نكونوا واضحين فريق الزمالك فريق الخبره فريق التاريخ رغم اللي في المده الاخيره الزمالك نقول لها موش في احسن حالات واخرتها توا المباراه اللي قاعده تلعب في البطوله المصريه من طرفي من كإطار فني فرحت اللي ممكن وحبيتها يكونوا معنا فريق زوز فرق كما الكونغو كما غينا تعرف اليوم في الكوره في النزه في التكتيك ما في النزه التكتيكي ديما ثم اشكال في الفرق نتاع افريقيا عكس الفرق المصريه ولا التونسيه ولا الليبيه دونك ولنا حلقه مهمه في تحديد بعد نتائج المباريات ان شاء الله. بالمناسبه انا نقول ان شاء الله يكون فريق الزمالك وفريق بوسليم موجودين في الدور القادم ان شاء الله. ان شاء الله الانطلاقه هتبقى في القاهره بمواجهه نادي الزمالك، كيف تنظر لهذه المواجهه وهل هي الانطلاقه المثاليه بالنسبه لك ام الانطلاقه الاصعب؟ طبعا هي نكون واضحين وفي الكوره ديما ثم واقعيه من اصعب الفرق في المجموعه هو الزمالك. قدرة ربي مش تشوف فريق ممتاز اسمه نادي بوسليم بالروح الانتصاريه بالرغبه صحيح في نادي بوسليم ما عندناش نجوم كبار ما عندنا روح مجموعه وعندنا ملاعبين معناتها كي يرسموا هدف نحاولوا باش نوصلوا له قدرة ربي كما معناتها شفناها في الدور الاولاني ممكن الفريق الوحيد اللي ما لعبش في الكونفدراليه الافريقيه في الملعب نتاعو نادي بوسليم لعبنا زوز مباريات نتاع باجا حامل كاس التونسيه الموسم الماضي في زوز خارج ليبيا نفس الشيء ما في مباراه كامبالا زاد ما لعبناش في الملعب تاعنا رغم فريق كامبالا تعرف اللي عنده الخبره الافريقيه رغم ذاك تواجدنا في المجموعات ان شاء الله نزيدوا ناكدوا في اول مباراه اللي باش تكون مع الزمالك في القاهره ان شاء الله نكونوا ناكدوا بشعار حتى كما نتوصلوش نحاولوا ناخذوا النقطه وفي الميدان نتاعنا نحاولوا ناخذوا ثلاثه نقاط باش نتوصلوا في الاخير باش نكونوا موجودين في الدور الاول ان شاء الله. بالمناسبه مبارياتكم الخارجيه مباراه الزمالك تحديدا مباراه العوده هتلعبوها في مصر هنا ولا ام في تونس ام في ليبيا هتلعبوها فين؟ والله كتر ربي توا الحين معناتها تعرف ملعب النهر في سادات معناتها في اخر الاشغال نتاعو يبقى وضع ياخو التاهيل من الاتحاد الافريقي او لا كما تكون طرابلس دونك باش تكون الملعب نتاعنا هو ملعب رادس في تونس ان شاء الله. مباراه الزمالك ولا اي مباراه اخرى في المجموعات كما يكونش في طرابلس راهي باش تكون في تونس وبالتحديد ملعب رادس كما كانت في الدوري الاول والدوري الثاني. ممتاز. فريقك على مستوى الاستعداد لهذا الموسم الجديد عملتوا صفقات جيده؟ الفريق شايفه ماشي بشكل جيد؟ الفريق مكتمل ام الفريق ما زال لديه بعض النواقص؟ طبعا بعد الموسم الماضي شفنا فين ثم الخلل موجود عملنا ثمانية انتدابات محلية وانتدبنا ثلاثة لاعبين محترفين زوز تونس وواحد نيجيري ان شاء الله قدرة ربي اللي ضافة مضمونة تاعهم اليوم مش نكونوا في تربص مغلق بعد ثلاثة أربع أيام يدوم 10 أيام تحت تحذير لبداية الموسم وبعد ان شاء الله نبداو نخمو في دور المجموعات توا بصفه اولويه باش تكون التحضير لبدايه البطوله ان شاء الله اللي باش تكون نهار 27/10 ان شاء الله. متابع الزمالك انت اكيد في الفتره الاخيره او بدات تتابع الزمالك في الفتره الاخيره كونوا بقى معاك في المجموعه، شايف مين ابرز اللاعبين في الزمالك في الوقت الحالي من وجهه نظرك؟ والله مش نكون من باب العاطفه نقول المثلوثي المسلوسي انا ديجا كنت بتفرج في مباراه الزمالك في البطوله توا ما تنتهيش الشوط الاول دونك باش نحاولوا في كل مباراه نكونوا نتبعوا فريق الزمالك ونعرفوا كل كبيره وصغيره باش نعملوا الانطلاقه الباهيه ان شاء الله في اواخر شهر 11 ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا التونسي شكري الخطوي المدير الفني لفريق ابو سليم الليبي احد الفرق الموجوده في مجموعه نادي الزمالك المجموعه الثانيه في الكونفدراليه مع سجرادا الانجولي وسوار الغيني. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. لسه زي ما قلت لكم الزمالك قادر ان شاء الله باذن الله يصعد بسهوله باذن الله عن هذه المجموعه وفيوتشر نفس الامر مودرن فيوتشر قادر كمان يصعد عن مجموعته. المهم ان يبقى عندنا تركيز. بطوله على فكره الكونفدراليه السنه دي نسبيا اسهل
من الموسم الماضي. الموسم الماضي كانت قويه جدا وكان فيها فرق كبيره جدا. الموسم ده الفرق الكبيره في هذه البطوله او لها اسماء او لها باع او لها تاريخ في البطولات الافريقيه اقل من الموسم الماضي. فالفرصه مواتيه ان شاء الله للزمالك، مواتيه المودرن فيوتشر انه الاثنين باذن الله يوصلوا للمباراه النهائيه ويكون الفائز بهذه البطوله مصري باذن الله. احنا لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل، نواصل خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. واحد من افضل المدربين الاجانب اللي جم الدوري المصري كان له بصمات كبيره جدا تحديدا على النادي الاسماعيلي ومره ايضا على نادي الزمالك، هو الالماني ثيو بوكير المدير الفني الاسبق للنادي الاسماعيلي والزمالك، معايا الان عبر زوم. يا فندم مشرفني ومنورني في برنامج رقم 10 عبر التلفزيون المصري. شكرا جزيلا بكل سرور متواجد معكم في اللقاء الجميل. نفتقدك كثيرا في الدوري المصري، كان لك بصمات رائعة جدا واسمك يعني محفور من ذهب في تاريخ الكرة المصرية ولك بصمة واضحة مع النادي الإسماعيلي تحديدا. نعم أنا أفتقدكم أيضا، وكان وقت ممتع جدا في مصر عندما كنت متواجد معكم في الكرة المصرية أو مع الكرة المصرية. هل تتابع في هذه الفترة الكرة المصرية بشكل جيد؟ هل تتابع على الزمالك وهل تتابع الإسماعيلي؟ هل تتابع الفرق المصرية أم ما بتتابعش؟ عندما أتمكن من متابعة بعض المباريات والدوري المصري فبفعل ذلك، أقوم بفعل ذلك بكل سرور. هل تتابع في هذه الفترة النادي الإسماعيلي سواء في الموسم الحالي أو المواسم الماضية؟ هل تراجع؟ نعم أنا أحاول رؤية أو مشاهدة المباريات في الدوري المصري بكل سرور، ومن وقت لآخر أحاول ذلك. هل تشاهد أو تتابع تراجع النادي الإسماعيلي على مدار 3 مواسم ماضية؟ أنا للأسف لا أتابع ذلك بكل دقة، ولا أتابع مباريات النادي الإسماعيلي، وأحاول ذلك وحاولت ذلك، ولكن من وقت للآخر لا أتمكن من مشاهدة كل المباريات. نادي الزمالك قضيت معاه فترة مش كبيرة ولكنها كانت فترة مليئة بالتفاصيل الكثيرة لم تثبت فيها الكثير مع الفريق في ظروف صعبة، هل تتذكر هذه الفترة جيداً؟ بكل تأكيد أتذكر هذا الوقت مع الزمالك، وكما ذكرت أنا المدرب الوحيد الذي حضر أنا المدرب الذي سيتذكرني الجميع، أنا المدرب الذي تمت استقالته مع الزمالك، وللأسف كان هذا الوقت ليس من الوقت الرائع في ذاكرتي أو في تاريخي للأسف. لماذا هذه الفترة كانت قصيرة؟ نتذكر سويا يعني لماذا كانت قصيرة رغم أن أنت لك نجاحات عظيمة في الكرة المصرية؟ أنا كنت مع الزمالك ناجح على الرغم من كل ذلك، وظهرنا بشكل رائع في المباريات الأولى عندما كنت أدرب الزمالك، وكانت في المباراة الأولى على سبيل المثال أحرز أو استقبلنا هدف بهدف عكسي للأسف من أحد اللاعبين، وأثر ذلك علينا بشكل سلبي للأسف. الرئيس مع الزمالك في هذا الوقت كانت الأمور ليست على ما يرام، وعلى الرغم من كل هذا
ما حدث في ذلك الوقت مع الزمالك، على الرغم من كل ذلك كنت ناجحا وكنت أحاول أيضا أن أظهر بشكل رائع، وعلى سبيل المثال ظهرنا بشكل قوي جدا في الأفريقيا، بطولة أبطال أفريقيا، أبطال الدوري، وأمام الفريق التونسي عندما تذكر ذلك ظهرنا أيضا بشكل رائع. ولكن سمعت أن الرئيس نادي الزمالك يفكر في إحضار مدرب آخر، وهذا ما أحبط بطني في ذلك الوقت. هل في الفترة الماضية القليلة الماضية تلقيت أي عروض من أندية مصرية؟ دعني أشرح مرة أخرى، أنا أثق في نفسي ودائما ما كنت ناجح، وكنت ناجح أيضا في الإسماعيلية ومع النادي الإسماعيلي، وكما ذكرت كنت ناجح جدا وذكرت بشكل وظهرت بشكل أيضا رائع وناجح مع نادي الزمالك، ودربت فريق المصري من الصفر، وكنت في على قدر عالي من المسؤولية مع النادي المصري، وبنينا ذلك من الصفر وظهرنا أيضا بشكل ناجح معهم. وأيضا هذه هي المشكلة الدائمة في مع الفرق المصرية للأسف، يعني بتدخل المسؤولين أو الرؤساء الأندية، وهذا ما أثر على استمراري مع هذه الفرق. دربت فرق كبيرة، جماهيرية كبيرة في الدوري المصري، هل في أي وقت من الأوقات تلقيت عرض من النادي الأهلي؟ عندما كنت مدرب للاتحاد كنت أيضا ناجح، تحدث معي أحد الأشخاص من النادي الأهلي ومن بعض الأندية، وقاموا بعرض بعض العروض علي، ولكن لم يتم ذلك لأسباب مختلفة. هل كنت تتمنى تدريب النادي الأهلي في أي وقت من الأوقات؟ بكل تأكيد هذا فخر لأي مدرب في العالم تدريب النادي الأهلي، وبكل وضوح واحد النادي الأهلي هو واحد من أهم الفرق وأهم الفرق التي تمتلك بطولات في على مر العصور، وهذا شرف لأي مدرب تدريب النادي الأهلي بكل تأكيد. غدا مواجهة كبيرة في الدوري المصري الممتاز بين الأهلي والإسماعيلي، هل ستتابع هذه المواجهة؟ أنا سوف أفعل أقوم بكل المحاولات لمشاهدة مباراة الغد، ولكن للأسف عرضها مثل مباريات الدوري المصري صعب بالنسبة لنا هنا. لو سألتك عن خمس لاعبين فخور أنك دربتهم في الدوري المصري، خمس أسماء فخور وسعيد أن أنت اشتغلت معهم. أنا كنت سعيد جدا مع حسني، حسني عبد الرب وأحمد فتحي، أحمد فتحي حسني عبد الرب بكل تأكيد من وجهة هم الأفضل، هم أفضل الاثنين أو أفضل لاعبين. طارق العشري في الاتحاد كنت سعيد أيضا بمزاملته، هو واحد من أهم المدربين من وجهة نظري ومن أفضل المدربين المصريين طارق العشري مع الاتحاد عندما كنت متواجد هنا. سيو بوكير المدير الفني الأسبق للنادي الإسماعيلي والزمالك، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة عبر زوم، واحد من المدربين المحترمين اللي اشتغلوا في الدوري المصري، مدربين الأجانب يعني. طيب احنا لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل، هيشرفني وينورني الأصدقاء الأعزاء كريم زكري ومحمد خليفة وتحليل مواجهة اليوم بين الزمالك والبنك الأهلي، خليكم معنا.
أهلا بحضراتكم مرة أخرى، يشرفني وينورني في هذه الفقرة الكابتن الكبير كابتن كريم ذكري نجم نادي الزمالك والمصري السابق. كابتن كريم منور الدنيا. بنورك يا كريم، أخبارك إيه؟ الحمد لله كله بخير. الحمد لله زي الفل. وأيضا الصديق العزيز محمد خليفة محللنا الرياضي. خليفة منور الدنيا كالعادة. بنورك يا كريم، سعيد إن أنا معاك، وسعيد طبعا أنا مع الكابتن كريم ذكري، وسعيد طبعا أنا في القناة الأولى. كله كويس؟ كله زي الفل يا رب دايما. طيب كابتن كريم، هنتكلم على مباراة الزمالك والبنك الأهلي بطبيعة الحال. النهارده الزمالك، وانا كنت بتكلم في الانترو قبل ما نتكلم في اي امور فنيه، عايز بس ايه نتناقش في هذا الامر. الزمالك داخل على فتره توقف، الزمالك مع اوسوريو في اوقات بتبقى اوقات سعيده جدا واوقات بتبقى صعبه جدا. لو الزمالك عايز يمشي اوسوريو، هل ده الوقت المناسب ولا اوسوريو اصلا يكمل؟ وامر واقع مش انت رايك ايه؟ انا رايي لا، لازم يمشي. يمشي ليه؟ لان لازم تستغل فتره التوقف دي، لان كلنا عارفين ان الاجنده الدوليه هتبدا، ففي توقف المفروض ان الزمالك هيريح فتره كبيره جدا. لازم تستغل الفتره دي احسن استغلال، سواء بدنيا فنيا في الملعب، التكتيك، الامور كلها لازم تتغير لو انت عايز تغير من دلوقتي. لكن لو اتكلمنا بعد تعيين مجلس الاداره، على مجلس الاداره اللي جاي ايا كان مين هو، هو لازم يكون محضر البلان بتاعته. انت هيكمل مش هيكمل، يبقى انت خلاص من اول يوم انت بتاخد القرار بتاعك ولازم تكون مجهز البديل. انا بس عشان الناس ما تتصورش ان دي دعوه لرحيل اوسوريو عن نادي الزمالك، انا بقول لو اللي موجودين في نادي الزمالك حاليا او اللي هيجوا بعد الانتخابات عندهم، وده سهل ان هم كلهم بيقعدوا مع بعض طول الوقت بيتكلموا مع بعض، لو عندهم النيه فدي ده الوقت المناسب، ما يستناش لما الموسم يبدا او يستكمل بعد التوقف. يعني رايك ايه؟ رايي ان انا مع اوسوريو يكمل وياخد فرصة عادلة كاملة. ممكن يتم تدعيم جهازه الفني بأفراد، يعني احنا ما شفناش كتير مدربين فنيين أجانب، جايب ومساعد واحد. أعتقد هو محتاج ممكن يكون مساعدين معاه لزيادة تركيزه الأكتر. أنا بشوف أن أوسوريو رغم ممكن بنقعد نتكلم في انتقادات تشكيل لاعب كذا تغييره حاجة كده، ولكن ليه بصمة على أداء الزمالك بشكل عام وهجوميا، والأداء الفردي لكثير من اللاعبين. كثير من اللاعبين اللي حاليا كتير من جمهور الزمالك ممكن ينتقد أوسوريو بشدة على عدم لعبهم وعدم مشاركتهم، نفتكر ونرجع بالزمن لقبل قدوم أوسوريو، كانت اللعيبه دي وصلت لمرحله رغم ان اللي كان بيدربهم قبلها فيريرا مدرب متميز جدا، ولكن كانوا وصلوا لمرحله العجز في مواجهه كثير من الفرق عن خلق اي فرص واي شكل هجومي. الزمالك كان بينزل باستراتيجيه متحفظه خوفا من تلقي اهداف، فكانت النتيجه انه في احيان كثيره بيتلقى اهداف. صحيح الماتش كان ممكن يخلص واحد وكذا ما يتلقاش، ولكن كانت الماتشات فقيره جدا. يعني انا بفتكر مباراه انبي في استاد القاهره، احد المباريات الفاصله في رايي، ان انبي هو فريق متوسط له كل التحيه، تقدم على الزمالك هدف واثنين والزمالك بلا اي رد فعل. ماتش بلوزداد اخر ماتشات فيريرا، بلوزداد لما تقدم على الزمالك، الزمالك بلا اي رد فعل. الزمالك خسر من الاهلي السنه اللي فاتت كمقياس، لو هناخد الاهلي كده كايه الكنترول، العينه الكنترول اللي بنقارن بيها، خسر الشوط الدور الاول من الاهلي 3-0، وخسر منه في الدور الثاني 4-1، نتيجتين زي بعض، بل بالعكس الدور الثاني كانت ممكن النتيجه تبقى اكبر. ولكن لو رجعنا تاني لسير اللقاءين، طبعا النتيجه كانت ممكن تبقى اكبر وكذا، ولكن الزمالك في الدور الاول مثلا لم يستطع ان يصنع اي خطوره على الاهلي ولا اي هجمه ولا اي منظر هجومي، عكس في لقاء الدور الثاني كان الفريق في الشوط الثاني ليه شكل هجومي. انا عارف ان اوسوريو محتاج لسه سنه انه يظبط التوازن ما بين الشكل بتاع الفريق هجوميا ودفاعيا، ولكن الفرق اللي زي الزمالك بتحتاج دايما ان يكون، لان الشكل الهجومي يكون فعال، لان في فرق كتيره لما بتشوف ان الزمالك قادر انه يصنع عليها خطوره بتكش. الكشاشان ده ساعات بيبقى فرص ان الفرقه دي تلم نقط في الدوري، ويمكن اوسوريو السنه اللي فاتت لم نقط كتير في الدوري، والسنه دي رغم البدايه يمكن انا اعتقد مباراه المقاولين لو كان فلت بيها بالفوز اللي كان محققه كان هيبقى مسيره الزمالك في الدوري 7 نقط، خساره نقطتين قدام بيراميدز ما تعتبرش خساره نقاط. ولكن زي ما هنرجع تاني، انا بقول ان انا نفسي اتفرج على اوسوريو وهو متوفر له لاعب او اتنين، وخصوصا في التلت الاخير والتلت الاوسط من الملعب. ممكن اسالك سؤال؟ معلش انا مش عايز اقطعك، بس يعني مضطر اسال السؤال ده. اتفضل. لو الزمالك المواجهه الافريقيه الاخيره كان دخل فيه هدف في مرماه في مصر هنا بسبب اخطاء دفاعيه كبيره، هو عنده شكل هجومي، هتفق معاك انه شكل هجومي مع اصوله تحسن كثيرا، بس الشكل الدفاعي ممكن يخسرك مباراه، ممكن يخسرك بطوله بشكل غريب جدا، فرقه ضعيفه جدا بتكسبك هناك 2-0 وتيجي هنا تدخل فيك هدف في الشوط الاول لولا 4 أهداف، ويعني خلاص انت على الحروق ركاو، هتخرج من البطوله بدري بدري. نفس الامر النهارده، انت الكوره بتاعت محمد عواد اللي اتطرد فيها محمد عواد
هو انفراد بشكل غريب جدا في وقت انت اصلا مش محتاج فيه تعمل اي ريسك هجومي وانت اساسا متعادل سلبيا. فبرضو الاخطاء الدفاعيه كوارث اكتر كمان من الشكل الهجومي الحلو. يعني بتبص على الكوارث الدفاعيه اكتر من الحاجات الحلوه في هجوميا مليون الميه. انا احنا يعني انا شخصيا لما بقول ان اسوريو يكمل مش معنى كده ان انا عندي رضا تام عن الشكل اللي موجود عليه الفريق. فمتفق معاك في نقطه ان النهارده كان في ريسك زايد في الشوط الاولاني ودي من الحاجات اللي هنتكلم فيها ونحللها. ولكن زي ما برجع اقول تاني ان مثلا انت بتقول فرضيه في مباراه ارتس والله الزمالك دخل في جون تاني. الفرضيات في الكوره كتير قوي كريم. ما ممكن كان ممكن نقول فرضيه ان الزمالك سجل هناك وجات له فرصه واتنين في الشوط الاول في الشوط الاول في مباراه ارتس والله هناك. ايوه بس هو ممكن هو كان يسجل خمسه بدل الاربعه. الفرضيات في الكوره وبتخلص صح. ولو خرج من البطوله يعني ولو خسر بطوله الكونفدراليه الكوره في النهايه لعبه نتائج. مدرب الارجنتين كان ممكن يمشي لو ميسي ما جابش الجون في المكسيك كان يبقى اسمه خروج من الدور الاول. يعني الكوره طالما هنحط فيها لو فكل النتائج بتاثر على كل القرارات. لو اوسوريو كان خسر الكونفدراليه وخرج من الدور الاول طبيعي جدا ان يبقى فيه رده فعل. بس الحاصل ان هو صعد وان هو مكمل. واللي حصل السنه اللي فاتت في الدوري ان هو جه في فريق ما كانش الزمالك مؤهل يلعب اي بطوله افريقيه على الاقل وصل انه يلعب كونفدراليه. فاللي حصل على مستوى النتائج في الزمالك مقارنه بالفتره اللي قبليها ما حققش الطفره التي تتناسب مع طموح جمهور الزمالك ولكنه عمل تقدم متناسب مع القائمه المتاحه ليه في الزمالك. طيب. ومتناسب مع اللي كان موجود قبل كده. هايل. انا عايز بس اوريك لقطه قبل ما نتكلم برضو فنيا. لقطه حمزه المسلوسي النهارده وقت احتفال شيكابالا بالهدف واعتذار حمزه المسلوسي. ورونا يا جماعه الصورتين عشان برضو اسمع راي كابتن كريم زكري وخليفه فيها. دي اللقطه رايك فيها الاول يا كابتن كريم؟ لا لقطه غريبه يعني. يمكن احنا كمان كنا بنتكلم لا مش عاداتنا ولا تقاليدنا يعني. الحد اللي بتحصل في اوروبا بصراحه يعني. يعني مش كل حاجه تحصل في اوروبا هنقلب. معاك يعني بس يعني بس عشان بس ابرر هو اعتذر الراجل اعتذر تمام. بس عشان ابررها هو بيبوس الحذاء اللي سجل الهدف ما بيبوس رجل يعني بالمعنى هو بيبوس الحذاء برضو. ممكن يكون برضو ايه يعني فرحان بموهبه شيكابالا الهدف في وقته في ردود افعاله عشان مش لايق على تقاليدنا تقاليدنا وعاداتنا بالنسبه للقطه الاحتفال مع شيكا لقطه عفويه طبعا. وانا والله من كتر الحماس والفرحه نسيت شعملت يعني بالتونسي يعني عملت ايه يعني لقطه مش صح اعتذر. جميل. هو حمزه المسلوسي كمان يعني هو مش عايزين الامور تاخد اكبر من حجم. احنا من موضوع السوشيال ميديا عندنا برضو ساعات بيكبر الموضوع قوي يسيب المحتوى المهم ازاي شيكابالا جاب الهدف ازاي الزمالك قدر يرجع ازاي المسلوسي نفسه كان كويس في الماتش ازاي المسلوسي بعد ما نزل بالظبط. لكن انا عايز اتكلم مع محمد في جزئيه اوسوريو. احنا طالما دخلنا في مقارنه ما بينه وما بين فيريرا لا فيريرا كان معاه سكواد اقل من ده بكتير. فيريرا ما كانش معاه ثواني بس كابتن كريم مين اللي زاد كان مع فيريرا اقل ده بالعكس فيريرا بدا مع امام عاشور اسوريو مش ومشى منه طارق حامد مشى من عند ابو جبل في الموسم اللي خد بيه الدوري كل دول. لا انا بتكلم على انا بتكلم على الفتره بتاعه فيريرا دي رقم واحد. لو في مقارنه لا انا شايف اللعيبه اللي موجوده سكواد كويس مش ضايع يعني اكيد هيفرق طبعا. ولو دخل صفقه واثنين وثلاثه هتفرق كتير جدا مع الزمالك. لكن السكواد المتاح اللي موجود للزمالك يعني كويس جدا. شايف ان فيريرا كان افضل من اسوريو بكتير طبعا بكتير. انا شايف ان فيريرا هنا نقطه الاختلاف. خلينا اقول لك تاني نقطه. انا دايما لما بقيم مدرب ما بقيموش في 90 دقيقه لان يعني محمد قال جمله هايله لو دي يبقى خلاص كل حاجه هتتغير. لكن انا بقيمه على كل حاجه مش ال 90 دقيقه بس على المؤتمر الصحفي على فتره الاعداد. لو مسكنا فتره الاعداد من بدايتها الراجل عامل فتره اعداد متاخره جدا ولما جه قارنها بالسيتي بعد كده ساب اصلا فتره الاعداد وراح يدي محاضرات. لا انت بتمرن في نادي كبير نادي الزمالك عليك ضغوطات كبيره جدا فانت لو مش عايشها لا لازم تعيشها. تضرب امثله بالسيتي وجوارديولا احنا كل البعد عن السيتي وجوارديولا دايما كل البعد ككره مصريه عامه يعني ككرة مش مصرية. الزمالك بس يعني واحنا اتكلمنا لو اوروبا اصلا بتحاول تقلد جوارديولا بتلاقي الموضوع بصعوبه. فهي الفكره كلها لا انت لازم تتعايش مع الوضع الحالي لازم تتعايش مع القماشه. انا شايف ان السكواد موجود كويس لكن طريقه اللعب او بدايات مباريات الزمالك كلها في التشكيل ما بتخدمش نادي الزمالك. طيب ليه النهارده الزمالك دفاعيا الشوط الاول كان ما ظهرش بشكل كويس الفرقه بشكل عام ما ظهرتش بشكل كويس وان كان يعني اسوريو النهارده قال لك ان احنا رحنا بست كرات وهم راحوا او البنك الاهلي راح بكره واحده يعني ده برضه هياكد نفس كلامي ان انت دايما بتبدا طريقه اللعب غلط. النهارده بدا ب 3-3-3-1. المفاجاه هنا النهارده ان محمود علاء ما كانش بيلعب المباراه اللي فاتت. عبد الغني ما كانش بيلعب المباراه اللي فاتت. حسام عبد المجيد كان اساسي قبل التغيير طبعا. الثلاثه ما لعبوش المباراه اللي فاتت خالص. ما شفتهاش في حياتي مدرب بيجيب ثلاث مساكين ما لعبوش المباراه اللي قبلها وبيبدأهم على طول مره واحده. فدي بالنسبه لي كانت مفاجاه كبيره جدا. انت دايما لغي الاطراف عندك بتخلق للخصم مساحات كبيره جدا. وانا عندي مقوله دايما بقولها
ما تخافش على الزمالك والكره في رجله، خاف عليه والكره مش موجوده معاه. اول ما بيفقد الكره بتلاقي الامور صعبه جدا، وده اللي هنشوفه كمان في وشفناه في الشوط الاول وهنشوفه دلوقتي في بعض اللقطات. اعرضوا يا جماعه اللقطات اللي كانت يا ريت يعني عشان واحنا بنتكلم تكون الصوت مع الصوره. بس حلوه الجمله ان انت ان هو فعلا الزمالك هو الكره في رجله بيمشي بيشتغل كويس جدا، المشكله لما تبقى الكره مش في رجله يعني. على مر العصور اس كلام على مر على مر العصور بيبقى فيه طفرات شويه يمكن انا محمد كنا بنتكلم فيها، بيبقى فيه طفرات شويه المدرب اللي بره شخصيته قويه جدا، اللعيب خايف على مكانه فهتلاقيه بيعمل البريسنج على يلا. احسن حاجه اهي اللقطات معانا يبقى نحرك بس عليها هتيجي قدامك وهتيجي هنا يلا دي اول كره في خطر في المباراه لنادي الزمالك. هتلاحظ دايما ان ناحيه اليمين والشمال عند الزمالك مش موجوده الثلاثه اللي في العمق، والزمالك بيعمل هاي بريشر هتلاقي دايما الثلاثه. عايز توقف اللقطه اقول بقى وقف هما معاك عشان توضح اللي انا عايز اوقف اللعبه من اولها. هتوقف من اولها يا جماعه اهي كده من اولها يلا كمل بس اقف هنا بقى اقف هنا 3 على 3 والكره طالعه من ابو جبل عاليه فالطبيعي ان هي تكون سهله للسكند بول يكون سهل للاعيبه الزمالك. دايما عندنا هنا في مصر انا دايما هتلاقيني واقف في صف المدافعين شويه، دايما عندنا في مصر يقول لك الجون غلطه المدافع الجون غلطه حارس المرمى، لا بص على الهدف هنا من الاول يلا. او الكره الخطر من الاول بص هتطلع من رجل اللاعب فتحي هتطلع بمنتهى السهوله زي او مدبولي بص مدبولي هيعمل ازاي الزمالك خلاص راحوا للكوره خلاص هم بره الجيم خالص اسحاقو يعقوبو وده بدايه اللقاء ده اسحاقو يعقوب من ناحيه الشمال. لك ان تتخيل ان نادي الزمالك بادئ في اللقاء وتلاقي لقطه زي دي 3 على 2 فدي كوارث في بدايه اللقاء. وخلينا اكد على كلامي ان مش كل مره هتسلم الجره الزمالك الفترات الاخيره دي بيجي في هدف واتنين ويقدر يعوض لكن الامور بعد كده بتبقى صعبه. كملها على سرعتها كملها على سرعتها عادي دي اول كره عندنا ودي بتوريك المساحات ودي بتوريك برضو انا عايز اقول لك دي قصه الهدف مع الطرد هي دي القصه اللي حصلت او ده دي الحكايه بتاعه الهدف الاول للبنك الاهلي. قيس على كده كل كره دي الكره الثانيه الراجل لعبها مرتاح مفيش حد بيضغط عليه بيروح كريم بامبو هنا وبيتالق عواد نفس الكلام بص البريس اللي معمول من دونجا كره مكرره بنسبه 100% ده اللي انا بتكلم فيه مساحات مرعبه في خط الدفاع انت ما بتبداش باحسن تشكيل مش احسن ما اعتقدش المشكله في التشكيل على الطريقه والتكتيك في الملعب الطريقه ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه لما بتبدا ب 3-3-3-1 انت دايما عندك ماشي. وقف هنا لحظه ارجع شويه وقف لا ارجع شويه الكره اللي فاتت دي عشان هنا في نقطه مهمه قوي بس في الزاويه القريبه كده قربها شويه انت شايف مين الاثنين دول اصلا ده زيزو ونضاي هم اللي في اخر خط الدفاع هي كانت كره ركنيه كانت ضربه ركنيه لكن برضو حتى لو ضربه ركنيه انا بلعب بثلاث اثنين رجعوا عشان هم الاثنين كانوا بيستنوا المدافعين كانوا شغالين بس احنا دايما خدناها في الكره ان دايما لما يكون في ضربه ركنيه لو انا بلعب باثنين مش بثلاثه يا انا يا المساك اللي جنب اللي يزيد واحد فينا بس ما هو لازم واحد يكون حاسس بالمكان ده واحد سريع جنبه بالظبط كمان دونجا مثلا بيبقى هو اللي اقرب على الدايره ولا حاجه بس اللي راجعين بسرعه ابراهيم نضاي وزيزو يعني في موقع الدفاع تمام كل اللقطات دي هتولد بص هنا الضغط معمول ازاي ده الطرد يعني لعبه اتكررت مره اثنين ثلاثه الرابعه حصلت حاله الطرد واللي جه منها الهدف خطا متكرر في المباراه مدرب مش قادر يقرا الخصم اللي بيلعبه طبعا الضغط هنا سيء جدا من حسام وطبعا تصرف صبح معاه كان بشكل سيء طبعا بص الضغط هنا بس هو صبح ما شافهاش عشان يجد محمود ما شافهاش لكن الضغط من حسام طبعا جزء بس هو ما شافهاش بصراحه عشان برضو الناس دلوقتي بقت كل حاجه صبح اللي شايلها لوحده بصراحه يعني كل الاخطاء دي وتلاقي دي لقطه في بدايه اللقاء لزيزو لكن خلينا نرجع لنادي الزمالك دي مشاكل كبيره جدا بتقابل طريقه اللعب اللي بيبدا بها اسوريو دايما في اي لقاء دايما بيسيب مساحات كبيره جدا لاي خصم هو بيلعبه. انا مع محمد ان هو دايما مركز في الحلول الهجوميه لكن ناسي دايما الادوار الدفاعيه وهنتكلم ازاي الطريقه اتغيرت في الشوط الثاني ويمكن ده اللي صلح الدنيا وحسن الدنيا شويه في الزمالك او الشوط لكن الخطا اتكرر ده اللي انا كنت عايز اوضحه الخطا اتكرر 4 مرات في المره الرابعه حصل حاله طرد وجي منها هدف انت ازاي ما تتداركش الاخطاء بتاعتك من بدايه اللقاء يا اما تاخر المدافعين شويه في الشوط الاول ما تخليهمش يلعبوا هاي بريشر ويطلعوا لنص الملعب يا اما تمنع الكره من اول ما بتطلع من الرجل لان احنا دايما بنبص على المدافعين لا انت بص على الضغط عشان كده قلت لك تخاف على الزمالك والكره مش معاه صح. طيب خليفه نفس الامر ليه الشوط الاول الزمالك ظهر بالصوره ديت دفاعيا تحديدا انا اقول حاجه انا بس عايز اخد لقطه الطرد بتاعت محمد فتحي قبل ما نخش فنيا عشان هو يعني هي فيها الناس اتكلمت ان هو تلفظ هي مش تلفظ هي فيها فاول من محمد فتحي على دونجا والكرة عشان طولت شويه الناس ما خدتش بالها من الفاول ده تعال نعرضه عشان انا جبتها يمكن حتى كابتن جهاد اتكلم معاك فيها بس هي ما اتعرضتش بصوا هنا بص دونجا ما هيفوت الكوره اللي معاه محمد فتحي هي دي لقطة الطرد بس ارجع بقى خلاص
نرجع تاني ونعرضها. اللعبه هيفضل مكمل دي، اللعبه بقى طول كتير. هي دي كانت تحت انظار كابتن محمد معروف، ارجع ارجع ارجع. هو هنا محمد فتحي مش عارف ازاي نسى انه معاه كارت، يعني كمل بقى الهجمه. هي دي الكره اتقطعت طبعا من لعيبه البنك الاهلي، راحت للزمالك. لا كمل عادي، هو الزمالك اول ما هياخد الكره عادي دلوقتي هكمل. بص مثلا اول ما الباص يتعمل ودونجا هيفوتها، ده اللي كان معاه محمد فتحي. بص هنا ساب الكره خالص، ده مش لاعب معاه انذار، يعني ده مش تصرف لاعب معاه انذار. الهجمه عشان طولت كتير، اول ما بص محمد معروف بص له انا بشوف بتاكد مين اللي عمل الفاول عشان ارجع لك تاني. لا هي كملت اللقطه، هو محمد فتحي، فعشان كده الناس بتقول تلفظ، هو مش تلفظ، هو الانذار ده. بس انا فعلا مش فاهم ليه كابتن محمد معروف ما تردوش في دي، لان فيش تحت فرصه هنا. طب وحتى بستغرب من النقطه، طب لو الكره كملت ومحمد فتحي راح جاب جون، برافو عليك. محمد يعني هو قانون نادي الزمالك اللاعب دوت مثلا خد الانذار الثاني في الدقيقه 50 بالظبط، ونفرض وهيطرد، فاللاعب فضل ماشي والكوره ما بتوقفش، واللاعب سجل في جون او ساهم في جون او حتى ما ساهمش، كمل اللقطه بقى. لعبت قدام 11 لاعب تمام، وانت كنت المفروض تطرده من خمس هنا دقايق. هنا الاهم بقى غلط. بص اللي عمل بيطالب، برافو عليك. هنا الضغط اللي عمله مين؟ دونجا. دونجا هو اللي فضل يكلم معروف ويقول له لا في طرد، في طرد، حتى كان بيطالب لعيبه الزمالك انها تخرج الكره بره بالظبط. فاحنا حتى واحنا بنتفرج، طب خرج الكره بره ليه؟ خرج الكره بره ليه؟ احنا مش فاهمين حاجه. فده اللي شفناه في الاخر، يعني لولا كمان دونجا هو اللي طلب حاله الطرد كان الموضوع هيكمل خالص، وكان ممكن ينسى الانذار كمان. فدي بدء ده الفاول اللي طرد محمد فتحي، وليس تلفظ ولا اي حاجه. برافو عليك، برافو عليك. نروح بقى للمباراه. انا مش يعني كابتن كريم ذكري شرح الموضوع بالظبط، انا اللي هعمله هجيب شويه صور وارقام تدعم اللي كابتن كريم قاله. نبدا الاول بطريقه اللعب عشان الناس تشوف توزيعه الملعب كانت فين، الديفكت اللي كان موجود في الشوط الاولاني. تعال نشوف طريقه اللعب في الزمالك في الشوط الاول. تمام، انا بحبك وانت بتنتظر. لا تمام، بص هنا الناس تشوف ده متوسط التمركزات يا كريم عشان الناس تبقى فاتحه، وكابتن كريم معاه. ده اللي هو اللعيب كان واقف فين في اثناء الشوط الاول. اشرح لي. شويه بيبقى واقف اللعيب ورا وشويه زايد، فده المتوسط. فما يبقى عندك محمود علاء بيلعب 20 ده، 20 ده مدافع القلب. الارقام اللي الالوان اللي احمر واصفر دي اللعيبه اللي هي كملت الماتش واللعيبه اللي اتغيرت، فما عندهاش دعوه بيها، الناس تتجاهلها. ولكن ده تمصص التمركزات. الزمالك بيلعب محمود علاء فقط كمدافع قلب وحيد، شماله محمد عبد الغني، يمينه حسام عبد المجيد. وهنا الاختيار بتاع محمود عبد المجيد عليه علامات استفهام كتير، هنوري لقطه كده. وطبعا دونجا اللي هو المحور الاساسي، وفتوح اللي هو محور مساعد. فتوح هنا لتاني مرة انت بتحرمه من الميزة بتاعته اللي هو يبقى جاي في من تحت قوي. هو ما بيجي من تحت قوي، يضم يزيد في خط النص. هي شبه قلنا زيتشينكو مع أرتيتا، انما انت ما بتلعبه من البداية محور بتفقده كتير جدا من امكانياته، ودي بقى توزيعة باقي الفريق. طيب الشكل ده كان محتاج منه ايه؟ تعال نشوف الحاجة اللي هو كان عايزها أوسوريو. هجمة كده اتعملت بشكل انت بتمسك الكرة تسيطر عليها بتصنع هجمة، تعال نشوفه عشان نقول ان ده الحاجة اللي كان عايزها أوسوريو. دي لقطة في الدقيقة 8، عمر جابر، فرصة عمر جابر. بص الفكرة بتاعت ان لعيبة كتير، بص هنا محمد عبد الغني فين؟ عند خط النص، وحسام عبد المجيد هتلاقيه فاتح هنا. ده الهدف، دي الغايه اللي كان بيسعى لها اوسوريو. فرقه بتمتلك الكوره، بتقدر تحافظ عليها، بتدورها بشكل كويس لغايه بتزيد باعداد كبيره جدا جوه المنطقه. بص هنا في اللحظه ما هيخش المنطقه كام لاعب من الزمالك، هو ده الغايه. بص الكره فضلت مع الزمالك قد ايه يا كريم، وبتتنقل بسلاسه من الشمال لليمين، والكره ما بدات محمد عبد الغني، هنا عمر جابر. بص في كام لاعب جوه المنطقه من الزمالك، 4. فما عمر يجي من الشمال بيبقى زايد و عامل خطورة. نوقف هنا، ده الهدف. فرقة ممتلكة الكورة، أعداد كبيرة جدا من اللعيبة بتخش منطقة الجزاء، سيطرة كاملة على الكورة. ولكن احنا قلنا ايه؟ الطريق إلى جهنم مفروش بالنواة الحسنة، دي النواة الحسنة. ولكن بقى الطريق لجهنم ايه؟ انت اللي هو هيجي بقى الشكل الدفاعي للفريق. تعالى انا ممكن انا جبت لقطات كتير كابتن كريم عرضها، بس هنا هنعرض الاكس جي بتاع البنك الأهلي. بص الشوط الأول يا كريم بدأ معانا فين؟ الاكس جي اللي هي الأهداف الفرص المتوقعة. بص بدأ بنص من أول 15 دقيقة. بص الناس تبص، بس أنا عايز حاجة واحدة بس، الناس تبص في نهاية الشوط الأول كان الإكس جي وصل لهدف و75% تقريبا البنك الأهلي. بص طول الشوط الثاني الإكس جي ما زادش حاجة، يعني اللقطة اللي عندنا نهاية رقم واحد دي نهاية الشوط الأول.
الاكس جي فضل يتصاعد الاهداف المتوقعة البنك الاهلي فضلت تتصاعد في نهايه الشوط. الشوط الثاني كله سواء اخطاء من الجهاز الفني للبنك الاهلي ان هو ما استثمرش الضغط بتاعه وتقدمه او ان الزمالك حسن من شكله في الشوط الثاني. الشوط الثاني كله تقريبا فرص البنك الاهلي كانت شبه قليله جدا، الاكس جي زاد من 1.5 لاقل من 2، زياده بسيطه جدا. تعال نشوف حتى المحاولات بتاعه البنك الاهلي كان شكلها عامل توزيعتها ازاي. بص هنا من دقيقه 30 ل 45 كان في انذار حقيقي للزمالك بخطوره البنك الاهلي اللي هو الموف دوت، بس اللي هو اون تارجت الكور اللي بين الثلاث خشبات. وصلنا لاكثر من كورتين وغير الجون غير كوره بلوكد، والبنك الاهلي نام خالص. ده اخطاء بابا فاسوليو برضو، وبدا طبعا في البنك الاهلي من دقيقه 45 لحد دقيقه 75 هو مش موجود على الجول اصلا خالص، لحد من دقيقه 75 90 بدا يشتغل تاني. تمام، تعال هجيب لقطه، هنكتفي بلقطه واحده للكلام اللي عرضه كابتن كريم ذكري، بس كيف كان بيخرج مدافعين الزمالك بكل سهوله من مناطقهم. الهجمه دي مش هجمه خطر، ولكن هي هجمه مرجعيه. ازاي؟ هنبص هنا، انا عايز الناس تركز على حسام عبد المجيد وهو جاي. حسام عبد المجيد كريم بامبو هياخده فين؟ لسه كريم لسه ما ظهرش. بص وقف بقى، بص حسام عبد المجيد فين؟ ماشي بيه. ماشي بيه جايبه هنا، انت مدافع ثالث، بص هتتلعب ازاي؟ اللعبه اللي كانت بتلعب على المغمض للبنك الاهلي، المدافع بيسحب وبتتلعب على طول في ظهر حسام عبد المجيد. الكره ديت يمكن الناس ما ركزتش عليها عشان هي انتهت ان لعيب البنك الاهلي مدبولي اثناء التصرف فيها. بس هو خطا مشترك ما بين حسام عبد المجيد وعبد الغني، لان اللي عمله حسام عبد المجيد ده ممكن يكون صح لو عبد الغني طلع 4 خطوات خلاص انت خرجت اللعيب الاوفسايد. بس انت ما بتلعبش على التسلل بدليل يعني. هي اللعيبه مش حافظه الطريقه، هم اللعيبه اول مره انا قلت لك في مفاجاه النهارده ايه؟ ان ما ينفعش اجيب ثلاثه ما بيلعبوش خالص واروح ملعبهم او اخر مباراه ما لعبوش. هو الاسوء انه حسام عبد المجيد اللي كان متالق جدا مع فريدا في شكل دفاعي معين عشان طريقه اللعب، عشان طريقه لعبه متحفظه. بقول كده هو الافراد اللي انت عايز، لو انت بتلعب عايز افراد وهتلعب كورتك انت وتفرض سيطرتك بتدور على عنصر السرعه في المدافع، لان عنصر السرعه بيبقى قاتل، لان انت هتحط كتير. لو انا اللي هسيطر على الكوره والكوره معايا يبقى المدافع بتاعي هيتحط في كتير في مواقف ضد واحد ضد واحد وكرات على الارض كتير. محمود علاء ظهر ليه في ماتش بيراميدز كويس والنهارده كان تايه، لان ماتش بيراميدز الزمالك بيتلقى اللعب، محمود علاء طويل بياخد الكوره العاليه الخبره بتاعته، انما النهارده هو بيدافع عن مساحه كبيره فعنصر السرعه والترنات هي اللي بتقصر. انا هكتفي باللقطه دي طبعا لان كابتن كريم ذكري عرض هجمات كتير للبنك الاهلي، بس الهجمه دي مرجعيه. ازاي مدافعين الزمالك كان بيخرجوا بسهوله من مناطقهم وبيطلعوا في ظهرهم؟ يعني ده ممكن كانت ملخص للشوط الاول، كان الراجل عايز ايه، وفي نفس الوقت البنك الاهلي كان مستفاد من الشكل اللي الراجل كان بيسعى عليه بشكل ازاي. بمناسبه مانشستر سيتي اللي بيحب دايما الراجل يقارن بيها يعني لما بيب جوارديولا عمل الحركه ديت في الثلاثه مدافعين اللي ورا، حط ووكر على اليمين راجل سريع جدا وقوي جدا، حط اكي سريع وقوي جدا ناحيه الشمال، وساب دياز عشان برضه يعرف يشتغل. ما هي عنصر السرعه بيبقى مهم بس جدا جدا جدا. يعني هو حلو انك تفكر في السيتي وتحاول تقلده وتحاول تقلد بيب جوارديولا، ده شيء عظيم يعني، مش بنقول ان هو ما تبدعش وخليك جامد، بس في نفس الوقت هل انت عندك العناصر ولا لا؟ بمين؟ ايوه ما بالظبط ايه الكواليتي اللي معايا؟ ده اللي انا بتكلم فيه. على فكره متفقين على فكره على فكره انا متفق مع كابتن كريم ومتفق معاك ان الشكل الدفاعي للزمالك عليه استفهام، علامات استفهام وبنتكلم فيها وبننتقدها. هو الفكره بتاعت بس هو ايه؟ هو ده الوقت بقى بتاع القرار، ولا نشوف لو جبنا له مدافعين بشكل معين وجبنا له لعيبه خط وسط بشكل معين وجبنا له الفرود اللي بيدور عليه الشكل هيبقى عامل ازاي؟ انا بس هي دي النقطه اللي انا مختلف بس. لا مفهوم. الشوط الثاني الامور تحسنت ليه رغم ان الزمالك كان بيلعب ب 10 لاعبين؟ يعني الزمالك لعب ب 10 لعيبه لكن كلنا شفنا التغييرتين الاول، بس التغييرتين اللي هم حمزه المسلوسي ومصطفى الزناري، ده بيقول الراجل بيقول لنفسه انا ما كنتش مقتنع اصلا بالثلاثه اللي انا منزلهم في الاول. ده برضو ممكن ياكد كلامنا ان هو يعني انت لو عايز تغير في الدفاع ممكن تغير واحد بالكثير، لكن حتى وانت بتغير انت بتغير اثنين، لكن هو ما فكرش فيها كده بنسبه 100%، لكن فكر فيها ان انا هلعب بالطريقه العاديه. تمام، هلعب باربعه ورا، وده اللي شفنا الزناري ناحيه اليمين ولقينا فتوح ناحيه الشمال ولقينا المسلوس وعبد الغني في عمق الملعب، وده ظبط الطريقه. تخيل المساحات اللي كانت موجوده في الشوط الاول، الشوط الثاني ما لهاش وجود خالص، الضغط لحد ما بقى كويس. رغم العاديه تقريبا لحوالي 20 دقيقه في الشوط الثاني، حتى وال 20 دقيقه 25 دقيقه حتى وال 25 دقيقه مش موجودين، الزمالك قدر يجيب فيهم هدف. صح، قدر يجيب فيهم هدف ليه؟ لان هنعرض اللقطه بتاعه الهدف الاول. نعم، دي بدايه لا دي شيكابالا، ده شيكابالا. طب انا كلمته شويه عن شيكابالا كمان، ده بدايه الشوط الثاني، اصل دي التغييرات اللي كانت، دي التغييرات اللي بعد بعد ما بدايه الشوط، لكن هو في بدايه التغيير ده كان في ده بعد الطرد ده بعد شويه ده، وكان تغريب مستغرب حتى.
الناس توقعت ان بعد طرد لعيب المكان ان انا اسحب هاف واروح منزل راس حربه وخصوصا عندي ناصر، لكن ما هو مش مقتنع باي راس حربه خالص. طيب دي اللقطه اللي انا كنت طالبها. دي مصطفى الزناري شال. بص الشوط الاول دي نرجع لها بقى، نرجع لها تاني. نرجع لها تاني. يلا نرجع من الاول. ايوه لك من الاول، من الاول يا شباب. دي قعود، الكره بتتلعب من قعود، هيعملها الناحيه العكسيه. ايوه ايوه ايوه، شفت بيجري ازاي؟ بيجري قدام الاثنين. يلا شباب قولوا لي، طب لو اللقطه مش جاهزه. ماشي، خلينا طب اشرحها يعني نتكلم. ان دايما كنت بتلاقي مساحات كبيره جدا، وخصوصا ناحيه اليمين وناحيه الشمال بالنسبه لنادي الزمالك، لكن اول ما رجع للطريقه البيزك العاديه خالص ويلعب باربعه وباكين صراحة، لقينا فتوح ظهر بشكل كويس. هي دي اللقطه اللي انا بتكلم عنها، حتى وهو متقدم خطوتين بس في باك رايت ملى المساحه دي، والكره دي يعتبر اخطر من كور كتيره جدا. ليه اخطر من كور كتيره جدا؟ اتلعبت الشوط الاول لانها في نص ملعب نادي الزمالك، فطبيعي انها تروح مباشره على طول للمرمى. لكن شفنا كانت اسهل، كانت اسهل بكتير، الواحد بيطفش اصلا فبتلاقي انفراد. لكن حتى وهي بتتلعب وعندك خطوره في وسط ملعبك، ده بياكد برده كلامي انا ومحمد ان الثلاثه ما تناسبش نادي الزمالك، طريقه اللعب في البدايه ما تناسبش نادي الزمالك. مع نزول الزناري النهارده وده ناحيه اليمين، يمكن دي تحسب له. انا شايف دي النقطه الوحيده اللي تحسب له، ان هو تراجع شويه في طريقه اللعب ولعب ب 4-4-1، فبدانا نشوف الزناري مغطي كويس ناحيه اليمين، وده ادى حريه شويه للاطراف النهارده. عشان كده شفنا ابراهيم نضاي كان بيقدم مستوى كويس. احنا شباب اللقطات الفنيه مش التغييرات والزود. ايوه كده بالظبط، دي لقطه الهدف. ارجع تاني، نرجع تاني. طيب ماشي، يلا يا كابتن كريم اقف. ده الزناري الشوط الاول الزمالك كان مفتقد دي. ليه؟ لان اللي كان بيقوم بالادوار دي هو عمر جابر من ناحيه اليمين وفتوح. محمد قال نقطه كويسه جدا، في لعيب بيحب يجي من تحت، بيحب يلاقي مساحه زي ابراهيم سعيد زمان. ابراهيم سعيد كان يجي بالكوره ويمشي ما حدش يوقفه. فتوح من اللعيبه دي، عمر جابر ممكن يكون من اللعيبه دي، فانت حرمتهم من الميزه اللي عندهم، فدايما مخليهم في وسط ملعب الخصم اللي هو بالتالي عامل دفاع كومباكت قدام ال 18، فدايما مقفل عليك، فانت ما عندكش مساحات. فدي اللي كان مفتقده نادي الزمالك، مجرد ما الزناري زاد ناحيه اليمين لقى زياده عدديه وبصال زيزو، وده حل من الحلول الفرديه. ده اللي دايما بتكلم عليه كل مباراه، ان الزمالك لو بيرجع بيرجع بمجهود لعيبته بالحلول الفرديه اللي عنده. ويمكن ميزه كبيره جدا للزمالك السنه دي في التصويب من خارج ال 18، لان ده حل من الحلول. لان دايما اي فرقه بتلعبك بتبقى تلاقي زحمه قدام ال 18، انت عندك تسدد او ضربات ركنيه او ضربات ثابته، وده حل من الحلول. شوط حلو قوي. طيب في حاجه ثانيه هتتكلم عنها في الجزئيه دي؟ انا شايف ان دول اهم تغييرتين للزمالك. عبداني ظبط مع المسلوسي، المسلوسي يمكن زاد في كوره كمان شاطها في العارضه. بدانا نشوف اللعيبه اتحررت، احنا كل ده بنتكلم في ال 25 دقيقه اللي الزمالك لعبهم 11 قدام 10، لكن ما حسيناش بفرق كبير جدا. مجرد ما انت عملت استرتش بعرض الملعب ووزعت اللعيبه صح ولعبت 4-4-1، شفنا منظر الزمالك بشكل كويس جدا، ما كانش فيه خطوره كبيره جدا على مرمى نادي الزمالك في الشوط الثاني. انا شايف دول دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تضاف لي، ان هو ودى المسلوسي ناحيه خليفه. انا هعرض برضه، انا بأكد على كابتن كلام كابتن كريم، اللي هي فكره ايه الزمالك غيروا ايه في الشوط الثاني. نجيب بقى الصور اللي بتاكد ده. نروح الاول لطريقه اللعب. احنا شفنا يعني شفنا الاول الزمالك بدا ازاي في طريقه اللعب في الشوط الاولاني، كانت فيها لخفنه ازاي. تعال نبدا بقى من الشوط الثاني. دي ناحيه اليمين اللي انا كلمتك انها فاضيه، ما دي المساحات الكتير. تعال نشوف الاول طريقه اللعب في الشوط الثاني كانت عامله ازاي. بدايه بقى ايه سيجمنت الشوط الثاني كده نيجي له، معلش، اللي هو الزمالك عمل ايه في الشوط الثاني. يا ريت بقى. طيب هو الزمالك نشرحها وبعد كده الصوره هتتعرض هتاكد على كلامنا. الزمالك بدا في الشوط الثاني حط رجع ثاني لعب 4. وليه المسلوسي كان هو هنا بيتعرض لقطات الشوط الاول، بس خلينا احنا بقى ايه بعيد عن الشاشه دلوقتي يا كريم. يلا خلاص ليه الشاشه. ليه دي طريقه اللعبه. المسلوسي هو المدافع الاكثر مدافع هو بثق فيه، وانا كنت مستغرب النهارده جدا ان هو ما بداش بالمسلوسي عشان المشاهد 24. بالظبط، اللي هو انت دايما بتتكلم على المسلوسي ده، حتى في تصريح طلعه من كام يوم قال لك المسلوسي افضل مدافع في الدوري. فالغريب ان هو ما بداش النهارده، فحط المسلوسي وحط عبد الغني اللي هو كان بيلعب مساك ايسر الشوط الاول، لا حطه تاني وبقى في متوسط تمركزات فتوح دفاعيا ظهير ايسر، واما الكوره مع الزمالك بيزيد كمحور ناحيه الشمال. دي بتدي الفتوح مساحه رؤيه احسن وبتدي شكل احسن دفاعيا للزمالك. هنا الزناري بقى ظهير ايمن. الناس لو تفتكر المنظر يا كريم بتاع الشوط الاول كان عامل ازاي وتقارنه بالشوط الثاني، الغريب هنا
ان دي فرقه 10 لعيبه والشوط الاول فرقه 11 لعيبه، ولكن تحس هنا ان الفرقه اكتر نظاما. الناس لو رجعنا للصوره بتاع الشوط الاول وبصوا على الصورتين هتحس فرق كبير في النظام وتوزيع اللعب. يعني بالبلدي ملايين الملعب، ملايين الملعب بالظبط. كان ده عايزين نطلع الصوره الاولانيه يا جماعه بتاعت الشوط الاول بالظبط. بص هي يعني هنا هنا الفرقه حتت زحمه وحتت كتير فاضيه وتحس ان اللعيبه في لعيبه فوق بعض وفي لعيبه كذا. الشوط الثاني لا، الملعب زي ما بشوف برشلونه كان بيلعب 4 3 3 او كذا، الملعب منظم فيه لعيب مغطي كل مساحه رغم ان هم 10 لعيب. فهي اللعيبه اتحطت في اماكن مناسبه. حتى الحته اللي كتير بينتقدوا فيها اوسوريو بتاعه الزناري ظهير ايمن والمسلوسي مساك، هي ثقه في المسلوسي اكتر. الراجل بيثق ان ده المدافع الافضل عنده فبيحط افضل مدافع عنده في القلب علشان في النهايه الهجمه مهما كانت خطر في اطراف الملعب بس يكون هيسجل من قلب الملعب في النهايه. اللي على الطرف ده هيرفع عرضيه، المهم عنده المدافع بتاع القلب. فالمسلوسي هنا كان موجود مهم جدا عشان يقفل له. وكمان المركز بتاع ظهير اللي هو المساك الايسر مش متناسبه مع عبد الغني ولا متناسبه مع حسام عبد المجيد. الاثنين كويسين في مساحات ضيقه، انما مساحات واسعه ومهام مزدوجه صعبه جدا عليهم. فنيجي بقى للشوط الثاني، ده منظر الزمالك ده انعكس ازاي. تعال نشوف معدل الاكس جي بتاع الزمالك والمهاجمات وهجمات الزمالك. بص يا كريم، هنا احنا شفنا البنك الاهلي كان عامل ازاي في الشوط الاول والشوط الثاني شبه ثبات. طيب. بص هنا الزمالك نهى الشوط الاول عند اكس جي تقريبا 1.5، يعني كان اقل من البنك الاهلي رغم ان الزمالك كان 11 في الشوط الاول اغلبه، ولكن البنك الاهلي احنا فاكرين كان نهى عند 2. الزمالك نهى المباراه قرب الثلاث اهداف متوقعه، يعني فضلت فرص وتتصاعد طول اللقاء طول ال 45 دقيقه مع نقص عددي ومجهود بدني كبير مع كل حاجه. وده خطا من البنك الاهلي على فكره. طبعا. هو العوده تحسب للزمالك ولكن خطا على بابا فاصوليو، يعني هو ساعد الزمالك انه مليون المية مليون المية مفيش اختلاف في دي. فالاكس جي بتاع الزمالك، تعال نشوف الاتمبس كمان المحاولات بتاعت الزمالك على المرمى، هتلاقي من الدقيقه 45 للدقيقه 60 الزمالك رغم ان هو ناقص عدد. نشوف الصوره اللي بعديها بعد ما شفنا الاهداف المتوقعه. الزمالك بدا اللقاء بفرصه زيزو وفرصه عمر جابر، وبعد كده بص افضل فترات الزمالك كان من الدقيقه 45 ل60 ومن الدقيقه 75 للدقيقه 90. اللي هو الفترات دي الزمالك طول اللقاء بيحاول ولكن محاولاته كانت جديه جدا في الدقيقه 45 ل60 ومن الدقيقه 75 ل90. تعال نشوف حتى منظر المحاولات على الشوط الثاني كانت عامله ازاي كصوره. الزمالك كان بص يا كريم، دي العدد، العدد كبير 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 محاولات منهم حاجات بلوكد يعني بتتصد. ال 10 محاولات دول 9 تسديدات منهم كرة واحدة اللي هي بتاعت محمد عبد الغني كانت نتيجة كرة ركنية، وعبد الغني سبعة القريبة بس طلعت فوق العارضة اللي هي المحاولة الوحيدة بتاعت عبد الغني اللي كانت في الدقيقة 17 الشوط الثاني. إنما المحاولات دي كلها تسديدات. الزمالك في نقص عددي فأنا مش هقدر أخش المنطقة زي ما شفنا كرة عمر جابر الشوط الأول بأعداد أربعة وخمسة وزيادات من أطراف. الزمالك استهدف من البداية التسديد من بداية الشوط الثاني، أنا هحط بقى عدد كتير وأنا هستخدم سلاح التسديد. ودي كانت باينة، تعال نشوفها، إن في الكرات الزمالك كان أول أوبشن اللعيبة بتدور عليه إنه يسدد. حتى اللعيبة هو مش بيسدد بص هتلاقي بيحاول، يعني ده بيوسع نفسه مساحة. بص فتوح اول قركة التسديد بغض النظر انها جت في ايد ابو جبل، بس تعالى اوريها لك في كره المسلوسي. اكتر من لعيب بيحاول حتى لو ما شاطش هو بيحاول. هنا الزمالك اول ما هياخد الكره هتلاقي كل لعيب بيحاول، دي الكره اللي شاطها المسلوسي، بس قبل ما يشوط المسلوسي هتلاقي كل لعيب بيحاول يخلق لنفسه مساحه تسديد. يعني هنا فتوح بيحاول يخلق مساحه مقفوله فبتروح تاني، شلبي هيرجعها تاني، شلبي دايما بيحاول المراوغه دايما مقفوله، زيزو هنا بيحاول يلاقي مساحه للتسديد مفيش، لغايه لما هتروح للمسلوسي اللي شاط واحده من افضل تسديداته وكانت الصراحه تستحق هدف، كان يتوج كمان جهد المسلوسي الكبير في اللقاء. وطبعا جاء معاهم الجونين اللي جم من تسديدات اللي هي كوره زيزو وكوره شيكابالا. يعني التارجت كان الفريق يسدد. انا بقول لك 9 محاولات سواء بقى بتخبط في لعيبه البنك الاهلي سواء بتتصد سواء بتيجي في العارضه او القائم، بس كلها محاولات تسديد. ودي كانت استراتيجيه واضحه، لو انا عندي حلولي انا 10 لعيبه فانا مش هقدر اعمل زياده عدديه جوه المنطقه، مطلع المهاجم بتاعي، فالتسديدات تفضل احد الحلول المهمه جدا في الكوره اللي الزمالك ما تجاهلهاش في المباراه دي. واعتقد الكوره كفئته ان الجونين جم من تسديدات، وكان في جون ثالث اللي هو كوره المسلوسي كان ممكن تدخل من تسديدات يعني. وده الطبيعي اللي بيقابل اهلي وزمالك، لان احنا عارفين في عرف الكره المصريه ما حدش بيهاجم اهلي وزمالك كتير،
فدايما بتلاقي اي فريق واقف قدام ال 18 ممكن يدافع بخمسه او سته وممكن في وقت من الاوقات بتوصل لسبعه. بس اعتقد يا كابتن كريم احمد غلطه النهارده من البنك الاهلي. طبعا غلطه، وانا قلت لك هو اللي رجع الزمالك تاني اللقاء، لان في وقت كنت ممكن تحرز هدف تاني بالمساحات اللي كانت موجوده عند الزمالك. صحيح. لكن انت دخلت الفريق تاني او الزمالك دخلته تاني الجيم، فدي من الحلول اللي احنا بنتكلم عنها، لان النهارده اي فريق بيعمل قدامك تكتل الدفاع دايما احنا بنلعب كده. تكتلات دفاعيه دي ما في عندكش مساحات اللي انت تعمل دبل باص، ما عندكش مساحه في ظهر المدافعين تعمل تشيب، فانت بتلجأ لحاجتين، يا التسديد من خارج ال 18، يا الضربات الحره، يا الضربات الركنيه، يا اما واحد يجي حريف في وسط ثلاثه وياخد ضربه جزاء. فدي من الحلول المهمه جدا لاي فريق وخصوصا لو قدامك تكتل دفاعي. صحيح كابتن كريم، انت شرفت ونورت كالعاده، انا بشكرك شكرا. انا متشكر قوي النهارده وحلقه جميله ومبسوط جدا محمد والله، يعني حاجه جميله الدنيا كالعاده. ده بنورك يا كريم، وسعيد طبعا ان انا كنت مع كابتن كريم زيفي، يعني وسط اثنين كريم يعني اهل كرم كله. نورت الدنيا كابتن كريم. ده كان ختام حلقتنا النهارده من رقم 10، يا رب تكونوا استمتعتوا معانا، اشوفكم يا رب على الف خير.